مصر المستقبل، دولة شابة متطلعة لمستقبل يليق بها، دولة حديثة، دولة قوية، دولة قوية بتاريخها وحضارتها وعبقرية موقعها وأصالة شعبها. أهلا بكم شركاء في التنمية وداعمين مستقبل مصر. وما اجتمعنا اليوم إلا لجهد سابق على مدار 33 عام من السعي الدؤوب لجمعية مستثمري السادس من أكتوبر والتفاني الصادق ومعاونة شركاء النجاح من كافة القطاعات. فقد كانت الأفعال تسبق الكلام لدعم الصناعة والاستثمار في مصر ورفع كفاءة الخدمات العامة من أجل واقع اقتصادي أفضل. تلك أحلام جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أحلاما مشروعة وطموحات مستحقة سنحولها إلى واقع ملموس. كل الشكر والتقدير للحضور الكريم والذي نسعد بتشريفهم اليوم أو من أناب عنه. هذا التواجد المشرف لناس كثيرة وتذكر ناس مهمة في مسيرة عمل 6 أكتوبر ونجاحاتها نموذج الحقيقة اللي لازم نحتفظ به. ده اللي احنا بنتكلم على مجموعة القيم، وإن البلد عشان تتبوأ ما تستحقه في مقدمة الصفوف تحتاج هذا الجهد والتذكرة، عشان اللي موجود النهاردة حتى في العمل يميز ان الناس بتقدر تميز بين اللي بيؤدي عمله باخلاص يعني والاقل عملا. احنا سعداء طبعا ان احنا بقالنا فتره ما شفناش، انا ما كانش عندي فرصه اتقابل مع المستثمرين بتوع مدينه 6 اكتوبر، انما النهارده احتفاليه كبيره الحمد لله وفيها مجموعه من الساده الوزراء والمحافظين. فالاحساس الجميل بتاع ايام زمان ما كنا بنجتمع وبنتكلم، فدلوقتي انا سعيد ان انا شفت كل اصدقائي وشفت كل الناس اللي بحبها وبتعاون معاها من زمان، فعندي سعاده كبيره ان احنا نسترجع ايام زمان يعني معاهم. 6 اكتوبر من اكبر المناطق الصناعيه في مصر وفيها صناعات طبعا تشرف. يعني الحاجه الجميله هنا اول مره المستثمرين يكرموا المسؤولين، يعني الحقيقه تقليد جميل لما بيحسوا بالقيمه الناس بتعبر عن شكرها بشكل لطيف زي اللي شفناه النهارده، فطبعا دي حاجه جميله ومقدره. واحنا كوزاره التجاره والصناعه عايشين معاهم على طول بكل المشاكل، بنحاول طبعا نحسن ونصلح على قدر الامكان بسرعه، وهم حاسين بالمجهود اللي معمول، فالحقيقه يعني تقليد جميل. يعني اتفقنا مع الجمعية على إتاحة 7000 فرصة عمل، 7000 فرصة عمل ببداية أجر 1400 جنيه حد أدنى مع توفير مواصلات وتأمين صحي وتأمينات اجتماعية. فدي كبداية لشباب عنده 18 سنة وبيبحث عن فرصة عمل، احنا بنتصور انها بداية جيدة. احنا عاملين مكتب لتشغيل الشباب، المكتب ده بيتلقي الطلبات بتاعت الشركات واحتياجاتهم من العمالة المطلوبة ومواصفات العمالة المطلوبة ايه، وبيتلقى السير الذاتية للشباب اللي عايز يشتغل، وبنحاول ان احنا نوفق الاثنين ببعض ونتابعهم لغاية ما نضمن ان هو اشتغل في المكان اللي هو محتاجه. النهاردة في بروتوكول اتوقع بين الدكتورة غدا والي بخصوص التشغيل، تشغيل ولادنا، عشان في حوالي من 18000 شاب وشابة النهاردة بنوجد لهم فرص عمل يشتغلوا في المصانع، مصانع في 6 اكتوبر. احنا كنا عايزين نقول للناس ان الحكومة بتعمل، ان مجلس النواب بيعمل، وان المستثمرين عندهم امل في البلد بقانون الاستثمار والقوانين بتاعة تسهيل التراخيص وحاجات كتير جدا موجودة، بس الاعلام ما كانش بيلقي عليها الضوء لان اساسا ما فيش ادوات تصل ما بين ده وما بين ده عشان يقدروا يوصلوا زي ما بنسميها الاند يوزر اللي هو ممكن يبقى مستخدم للقوانين دي. كانت مشاركتي الحقيقه كانت مشرفه جدا بالنسبه لي ان انا اشارك في حضور كوكبه من رجال الصناعه، واتمنى ان احنا ندعم المنتج المصري، ندعم الصناعه المصريه، ومن تقدم لتقدم ان شاء الله في ظل اكبر منطقه صناعيه في مصر، المنطقه الصناعيه في 6 اكتوبر. لازم ليه؟
ساعه مش عارفين تمسكوا العيال دي. فين يا ابني؟ هو اتضرب عليها نار اول ما قربنا من الحاره. الارهابيين اتحصنوا بمكان خليه. مش بعت لكم على الاخباريه ان في عيل وسط الارهابيين من اهل المنطقه؟ يبقى اكيد في حد مسبوع على اول الشارع بيحذرهم لو حد قرب. هات يا ابني الصديري. تعمل ايه يا اطلع مين؟ وايه اللي اعمل ايه؟ الحمد لله عفيت هو اللي يصرفه. هات يا ابني. هو مين ده؟ العميد حازم صقر امن وطن. ايوه يعني هيعمل ايه؟ هيخش يخلص. اخر طلع ان في عربيتين شبه بعض. يا حبيبي افصل دماغك شويه. مش ممكن يا اخي دماغك شغاله ال 24 ساعه حرام. انزل تحت. مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. امبارح كان معايا الفنان الكبير محمد صبحي، كنا بنقيم مسلسلات رمضان، وقال جملة تتعلق بالنوايا، وده ينطبق على مسلسل ظل الرئيس، بمعنى ان صناع وابطال الاعمال الفنية احيانا من البداية يأتيك شعور انهم عندهم نوايا انهم يقدموا عملا جيدا. اعتقد ان ده كمان كان عند المشاهدين منذ الحلقات الاولى لمسلسلات رمضان. الناس كانت بتقول لبعضها البعض تابعوا مسلسل ظل الرئيس، ربما حظي باهتمام كبير منذ الحلقات الاولى في نسب المشاهدة. المسلسل كمان يمكن انه يستهويني كصحفي، لكن كمان يستهوي الناس لانه فيه علاقات داخل أجهزة أمنية، في كمان حراسات شخصية لرئيس الجمهورية، في سياسة، في فساد، في استغلال نفوذ، لكن كمان في علاقات اجتماعية وعواطف ومشاعر. مسلسل ظل الرئيس حظي باهتمام كبير، وربما وضعه عدد كبير من المشاهدين والنقاد في مقدمة مسلسلات رمضان هذا العام. معانا أبطال وصناع مسلسل ظل الرئيس. هبدأ بياسر جلال. ياسر أهلا بيك. أهلا بحضرتك. وألف ألف مبروك، وإن شاء الله نشوف الناس بتتابع المسلسل حتى النهايات يعني. أولا الله يبارك في حضرتك طبعا، وأنا بجد مش بجامل يعني، شرف كبير ليا يعني، أنا واحد من محبينك ومعجبينك. الله يخليك. شرف كبير ليا ان انا ابقى يعني موجود مع حضرتك النهارده يعني. ده شكرا. انا اللي يسعدني جدا. الله يخليك. دينا فؤاد. دينا اهلا بيكي. اهلا بحضرتك استاذ وائل، واكيد طبعا شرف لاي فنان انه يكون موجود في برنامج حضرتك. يعني اكيد مش هبالغ لو قلت ان انت بتحظى بقاعده جماهيريه عاليه جدا يعني. الله يخليك يا دينا. الف شكر. الله يخليك.
خلينا أقدم كمان محمد محمود عبد العزيز. يا محمد أهلا بيك. والمنتج ريمون مكار. أستاذ ريمون أهلا بيك. أهلا بحضرتك. وخلينا أقدم محمد إسماعيل كمان مؤلف العمل. محمد أهلا بيك. إزاي حضرتك. خلينا نبدأ أستاذ ياسر جلال في البداية. أول سؤال هيجي في ذهن الناس هو سؤال تقليدي بالتأكيد أنت تسأل عنه كثيرا، يعني وكأنك كنت في استراحة المحارب مثلا، يعني اللي هو هي الموهبة دي يا جماعة كانت فين في طيلة السنوات القادمة، خاصة أن أنت في بدأت وحققت نجاحا كبيرا وبعد كده قعدت شوية في منطقة هادئة وبعد كده فاجئت الناس بكل هذا النجاح وبكل هذا الإبهار. الناس هتقول ليه اختفى ياسر جلال خلال السنوات القليلة الماضية؟ هو طبعا في البداية أنا متعود أبدأ بعد التجربة دي تحديدا أو طول عمري، يعني طبعا الحمد لله والشكر لله على اللي حصل ده. هو أنا بالنسبة لي يمكن أنا هقول أن أنا مقصر، يعني أنا مقصر ليه؟ لأن أنا للأسف ما بسعاش، اللي هو السعي بمعنى إيه؟ أستاذ ريمون مثلا أستاذ محمد منتجين شاطرين وليهم اسم في السوق، يعني كنت بخجل ان انا اروح اطرق الابواب واروح اقول ايه انا عندي مشروع او انا عندي حلم معين نفسي احقق الحلم ده، وحتى وكان خوف ان انا ايه، انا دايما عندي حته ان انا ما بحبش ادي نفسي اكبر من حجمي، يعني اجي اروح لحضرتك كمنتج اقول لك ايه، اكيد كل فنان جواه حلم بس هل انا فعلا قادر على تحقيق الحلم؟ علشان احس ان انا قادر على تحقيق الحلم ده لازم المح في عينيك الثقه انك واثق فيا، لو انا لمحت الثقه دي هتشجع، يعني هتجيلي الجرأة. ده اللي حصل لي مع الأستاذ ريمون والأستاذ محمد بصراحة، يعني هم كلموني وقالوا لي احنا عايزين نعمل لك تجربة تعمل الدور الرئيسي. أنا مش بحب أقول دور البطولة لأن أنا طبعا بتشرف أن أنا جزء من العمل المحترم ده لأن كلنا أبطال، يعني هو بطولة جماعية، لكن انا يمكن أنا بلعب الدور على تواضعك اللي زياده عن اللزوم لان اصلا الحقيقه ما بنشوفش ده دلوقتي، بلاقي فيه السباق حول مين النجم ولا مين. انا ما بدعيش ده، انا واحد اتربيت، انا والدي مخرج مسرح، اتولدت اتنفست فن، انا بحب فن الاداء التمثيلي بشكل عام، يعني انا متعتي الحقيقيه لما بمثل، لان انا خريج معهد فنون مسرحيه الاول على دفعتي، لما بمثل بحس ان انا في طاقه جوايا بخرجها، خرجتها ببقى عايز بقى اروح بقى ايه استخبى. بعد الجواز بقيت عايز اقعد بقى في حضن مراتي وعيالي، ابعد بقى وكده واستخبى تاني الحمد لله رب وكده، يعني ده اقصى طموحي يعني. لكن حته البطل بقى وانك نجم بجد لا تغريني، يعني حضرتك تسالني هي جت كده. طبعا انا بشكر الاستاذ ريمون طبعا الاستاذ محمد على ثقتهم الغاليه، وهم شجعوني بشكل كبير وما بخلوش على العمل رغم في ظروف صعبه مر بيها المسلسل كبيره جدا. حضرتك عارف ان القنوات الفضائيه ما بتديش المنتجين فلوسهم غير بعد ما بيبيع وبعد ما بياخد من الاعلانات، والاعلانات المعلنين بيأجلوا الفلوس وكده. هم تعرضوا لازمه كبيره ولكن جم على نفسهم بشكل كبير وقطعوا من ضعف قوه علشان يكملوا المسلسل. فانا بشكرهم. ايه اللي حمسك بقى جدا للمسلسل؟ انت بتقول يعني في كنت في منطقه شويه ابتعاد وشويه بتقول انت حتى لا تطلب. لا بعمل ادوار، يعني موجود بعمل ادوار. كان في سنتين كده قبل 2014 عملت عمل واحد في كل سنه، كان والدي مريض فكنت لازم ابقى جنبه معظم الوقت يعني، فكنت ما بشغلش نفسي كتير عشان ابقى معاه. لما توفى الله يرحمه عملت اعمال كتيره، يعني عملت ولي العهد وسحره الجنوب وشد اجزاء مع محمد رمضان، ده كان كله في سنه واحده، وذهاب وعوده مع احمد السقا. لكن لما جه الاستاذ ريمون كلمني، الاستاذ محمد طبعا، هما يعني الاول انا خفت، بعد كده قالوا لي لا ازاي واحنا عايزين نعمل ويلا. استاذ ريمون قال لي كلمه انا مش ناسيها، قال لي على فكره اي واحد يقدر يوصل للي هو عايزه، لو عايز تمثل في فيلم عالمي وحطيت ده في دماغك هتقدر تحقق ده، لو عايز تعمل دور كبير وعايز تنجح هتقدر تحقق ده. يعني الجمله او المقوله اللي هي ليس انك تضع هدفا وتسعى ليس المستقبل بمستعصن على احد، يعني هو باختصار يعني. فانا عجبتني الجمله وبعدين ايه تحمست كمان عشان في زمايل ليا كتير يمكن احسن مني بس مش واخدين فرصه حتى ان هم يلاقوا دور كويس، مش بس دور رئيسي لا دور حلو. فحسيت في لحظه ان انا عايز اخوض التحدي ده، وبجد موتت نفسي لمده سنه ونص تحضير. انتوا بتجهزوا سنه ونص للعمل ده؟ من سنه ونص مش كده يا استاذ ريمون؟ مظبوط. يعني مش زي معظم مسلسلات رمضان يعني تعد قبلها بمده بسيطه كده. لا كانت سنه ونص يعني.
والشخصية شدتك عجبتك يعني؟ في البداية كان الأستاذ ريمون قال فكرة جميلة، وكان الأستاذ محمد إسماعيل، أستاذ ريمون أستاذ محمد اختاروه، فهو شاب طبعا، هي أول مرة عمل باسمه مش كده محمد ولا إيه؟ عشان ما تقعدش تقول انا اشتغلت قبل كده محمد عنده حساسيه شويه يقول لك انا اشتغلت قبل كده. لا بس ده يعني ربما العمل، ما هو ده انا هاخد بقى ادخل يا محمد عشان نوضح كمان للناس الـ 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 المسلسل، لانه طبيعته شويه داخل في مناطق احنا بنسميها حتى المناطق المحظوره في العمل الصحفي. حراسات شخصيه لرئيس الجمهوريه، وانا لسه قلت في المقدمه كمان صراعات بين ضباط داخل أجهزة أمنية، قتل، كل ده يعني نسكته إزاي؟ هل انطلق من واقعة حقيقية؟ لأنه بالفعل المسلسل في تماس مع واقعة حقيقية، وهي محاولة اغتيال الرئيس الأسبق مبارك في أديس أباب، ودول مجموعة من الضباط اللي كانوا في الحراسة الشخصية ده. هل انطلق المسلسل من واقعة حقيقية أو من مذكرات شخصية لحد مثلا؟ لا، هو الحاجة الحقيقية الوحيدة اللي ممكن تقول إنها ليها علاقة بالواقع هي حادثة أديس أباب، اللي هو الراجل ده كان واحد من حراس الرئيس في الحادثة دي. ودي الفكرة اللي أنا استلمتها من ريمون، يعني لما أستاذ ريمون جه قال لي على الفكرة كانت الفكرة مبنية كده، إن هو إحنا شايفين راجل من حراس الرئيس في أديس أبابا، ودلوقتي بنشوفه رجل أعمال كبير وبيتعرض لمحاولة اغتيال بتموت فيها أسرته. دي الفكرة اللي أنا استلمتها من أستاذ ريمون واشتغلت عليها. فأنا كان في دماغي إن أنا كل اللي أنا عاوز أحكيه أحكي قصة ممتعة فيها جانب اجتماعي ناس تتفرج عليها تقعد. ما كانش في دماغي خالص إن أنا أقول إيه لو أنا اتكلمت في حاجة سياسية، لا ده هيحصل فيها مشكلة، لا كنت بحكي براحتي خالص. يعني الدراما الاجتماعية كمان علشان المشاهد يعيش هذه المشاهد يعني. بس فكنت في دماغي ان انا احكي قصه ليها جوانب اجتماعيه كبيره، وليها ما شغلتش نفسي خالص بان في مثلا ممكن رقابه تشتغل على الورق اللي انا بشتغل عليه او يقول لك لا دي مش هينفع تتكلم فيه، لا كنت بتكلم براحتي تماما، ولو حصل حاجه بقى تحصل، بس الحمد لله ما حصلش اي حاجه. بس هو بحث فقط ولا كان عندك حد مثلا في الجماعه الاسلاميه قال لك، وهي المجموعه اللي قتل اللي حاولت اغتيال؟ لا انا عملت ريسيرش يعني، عملت ريسيرش ومنهم مجموعه في السجون دلوقتي مصطفى حمزه، وفي بالك استاذ بيقول لك ايه، بيقول لك كان عندك حد في الجماعه الاسلاميه وكان عايز يلبسك ولا كنت عضو في الجماعه الاسلاميه ولا ايه؟ بص كل المعلومات بتاعت المجموعات جايه من استاذ ياسر يعني، هو هتوحشونا انت كنت في الجماعه. نرجع بقى للاستاذ ريمون، اصل الموضوع اصل احنا نقول التطرف اللي حصل في البلد ده بسبب ايه كده. بس تجميع المعلومات وتوصيلها، انت عامل سيناريو محكم جدا يا محمد. ده الحمد لله يعني. من عند ربنا. هو انا كنت الاول انا اصلا خريج اداب اعلام، فمش بعيد عن المجال الصحفي، واشتغلت فتره اول ما اتخرجت صحفي يعني. فعملت في الاول ريسيرش على مجالين، يعني مجال ليه علاقه بحراسه الرئاسه والحادثه نفسها في أديس أبابا، والمجال بتاع العقارات. قعدت اعمل ريسيرش شويه حوالين الحاجات دي لحد ما حسيت ان انا خلاص انا عندي المعلومات الكافيه هقدر اشتغل بيها. تعمل البنا بقى، البنا بالظبط كده، البنا الدرامي بقى. طيب استاذ رمون، ايه اللي حمسك بقى لانتاج عمل زي ده، وانت شايف ان ممكن البعض هيقول لك يعني مشاهيات السوق دلوقتي لا محتاجين شويه بلطجه على شويه حاجات كده من المشاهيات يعني، انما ده عمل شويه بيخاطب العقل ويخاطب الوجدان، وفي ايضا الاكشن والايقاع السريع. ايه اللي حمسك قوي ليه؟ بص هقول لحضرتك حاجه، هو احنا الفكره دي بقى لها فتره كبيره جدا بندور في دماغي، فكره ان انا نقدر نقدم كشركه شخصيه ما اتطرقتش قبل كده. يعني هي بدايه الخيط عندي ان انا حرس الرئيس ده عمر ما حد اتكلم عليه، وهو شخصية أكيد وراها كواليس وراها فكر وفراها تدريبات وحاجات كتيرة جدا. فابتدت الفكرة عندي أن أنا عايز أقدم شخصية شكلها جديد. من هنا بقى ما بيفرقش معايا السوق بيصنف نفسه، بمعنى أن العمل الكويس بيروح في حتة وبقيه الاعمال بتروح في حته لوحدها من غير ما اتحرك اي حاجه، من غير سوشيال ميديا، من غير كتائب الكترونيه، من غير اي حاجه، العمل الكويس بيروح في حته لوحده. وده اللي حصل وفعلا من البدايات بتلاقي في ناس تقول لك المسلسل الاعلى مشاهده، المسلسل، وتحاول ان تسوق لنفسها بهذا الشكل. كل المسلسلات ظل الرئيس سوق لنفسه يعني. بص اقول لحضرتك حاجه، كل المسلسلات مع احترامي لكل المسلسلات السنه دي كان السباق قوي جدا، بس كل مسلسلات نمره واحد، ودي مشكله جامده جدا. انا مش عارف النجاح يقدر يستوعب واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه من غير ما نخبط في بعض.
يعني ممكن الطبيعي ان 90 مليون مش هيتفرجوا على مسلسل واحد، يعني اكيد في ناس اتفرجت على مسلسلات كتير، في مسلسلات كتير نجحت واليوم في 24 ساعه يعني 24 ساعه واعداد وكده. كل واحد بيقول لك مسلسلي كل واحد حر طبعا يسوق نفسه بنفسه، ولكن انا الفكره عندنا كشركه ان احنا دايما نقدم حاجه تقعد لنا، غير زي ما بنكسب فلوس نكسب مكتبه، وده الاتفاق اللي احنا متفقين عليه كشركه انا ومحمد. لا وده مسلسل يبقى بالزبط. لانه بالزبط. الحقيقه يعني ما حارس شخصي للرئيس ده موجود مع السباق للحصول على معلومات بايقاع سريع جدا، ده كان مهم يعني. بص اقول لحضرتك حاجه، احنا كان عندنا تارجت ان احنا نعمل مسلسل مش اكشن، لان فكره مسلسل اكشن دي موضوع خلص، احنا كنا بنعمل حاجه فيها احاسيس والناس تحس بالمأساة اللي فيها البطل ده. كونسبت اساسي ومهم، ازاي هذا الرجل اللي هو لغايه دلوقتي محافظ على كفاءته في التدريبات، احنا ابتدينا المسلسل هو في الجيم، فاحساسه ان هو راجل قادر انه بيحمي اكبر شخصيه في البلد وقدر يحميه في ذروه من حياته، مش ما قدرش يحمي ابنه ومراته، هي دي المأساة الحقيقية اللي احنا مشينا وراها، هو ده مفتاح المسلسل، لان ازاي هو مش قادر، هو قال لك انا بحمي رئيس الجمهوريه فيموت مني، لا وحماه في واقعه مهمه، يعني واقعه تاريخيه مهمه جدا، ولما جه عند مراته وابنه ما عرفش، فهي دي ازاي انا يعني ازاي يعني هي دي مشكلته الحقيقيه. طيب دينا، وانت يعني اعتقد ثلاث مسلسلات السنه دي مسكوا الخشب يعني ما شاء الله يعني نحتايه جنبك. والاستاذ وائل جاي لدينا النهارده ان شاء الله كويس، احنا فلتنا الحمد لله. بتاع الضرايب هتلاقيه واقف على الباب. هل شايفه ظل الرئيس تحديدا يعني مختلف وله مكانه شويه افضل عندك؟ مش هقدر اقول طبعا ان في حاجه ليها مكانه افضل، لان انا الثلاث مسلسلات اشتركت فيهم، فمش هقدر اخبط في مسلسل على حساب مسلسل، لان انا الثلاثه لما دخلتهم اكيد انا كنت عندي قناعه داخليه ان كل ورق مسلسل مختلف عن الثاني، وشايفه ان هو هينجح وهيعمل علامه مع الناس. فانا هتكلم طبعا عن ظل الرئيس، لان الحمد لله حقق نسبه نجاح عاليه جدا ومتصنف من اوائل المسلسلات الحمد لله في رمضان بشهاده الجمهور والنقاد، ونسب المشاهده كلها والاحصائيات كلها بتقول طبعا ظل الرئيس، واللي يميزه انه ده جاء تلقائيا من الناس يعني بالظبط من اول البرومو، من اول البرومو على فكره يعني البرومو بيتعرض انا لقيت الناس بيتصلوا بيا او الناس اللي انا بقابلهم بيقول لي احنا هنتفرج على ظل الرئيس، هو البرومو شد الناس من قبل اول حلقه ما تنزل، عمل نسبة مشاهدة للبرومو من كتر ما هو البرومو كان شدد الناس. تاني حاجة شركة فنون مصر ككيان، يعني مش هتكلم بقى على أستاذ ريمون وأستاذ محمد كل واحد على حدة، يعني هي شركة فنون مصر كيان اللي عاجبني فيهم موضوع صناعة النجم اللي ما فيش شركة بتحاول تحققه، بيحصل بره مصر كتير جدا صناعة النجم أو بطل العمل الأوحد، ما فيش شركات كتير بتسعى لده، دايما كل شركات الانتاج بتسعى ورا النجم اللي هو ناجح عشان هيشيل المسلسل، بس هيشيل يعني. المسلسل فكره ان هم ياخدوا ريسك ان انا اعمل بطل، بس البطل ده الحمد لله كانوا بداوا بتجربه طارق لطفي او النجم طارق لطفي وحققت نجاح مدوي السنه اللي عملوا فيها المسلسل بعد البدايه، وبعدها تجربة النجم ياسر جلال اللي هو بالورقة والقلم هو بطل المسلسل، طبعا هو كل ما بيطلع بيقول لك كلنا أبطال مسلسل بطولة جماعية، لكن ياسر أصله مسرف في التواضع بالظبط، لكن خلينا نعترف مزودها في التواضع لكن خلينا نعترف طبعا إن دي أول بطولة مطلقة للنجم ياسر جلال، وهو فعلا عن استحقاق مع ان ياسر عمل بطولات سينمائية بالظبط، بس نتكلم كدراما خطوة كانت مؤجلة، بس هو الحمد لله قدير يعني قدها الحمد لله وكان قدها فعلا، واحنا كلنا الحمد لله كنا موجودين بشكل مؤثر جدا في الاحداث والخطوط كلها كانت مكتوبة على الورق من اول يوم بشكل متشابك، وما تحسش ان انت بتفصل بالشخصية بعيد عن احداث المسلسل، رغم ان كل شخصية ليها الخط الدرامي بتاعها، وطبعا ده يعني الفضل يرجع طبعا لاستاذ محمد يعني. طيب هنا عشان كمان في زي ما في سباق مع يتعلق بياسر جلال في الوصول لقتلة ابنه وزوجته، وفي سباق للحصول على المعلومات وده بإيقاع جذاب جدا وبإيقاع سريع، بس كمان في صدام نسائي كمان بينك وبين علا غانم كمان بيتم بشكل جذاب ومشوق، وانت حتى بتلعبي في شخصيه فيها شويه جوانب شر.
لا هو مش شر على قد ما هي الست دي هي ما بتحبهاش، يعني هي مش اصل الشر في المطلق ده ملوش معنى، ده ممكن يستفزك شويه، انما هو في سبب ان انا مش بحبها، انا ما اذيتهاش في حاجه، انا احساسي ان هي اللي اذيتني انا وامي، احساس داخلي بالظبط يعني. احساس داخلي من جوايا طول الوقت ان الست دي انا ما بحبهاش، في قفله نفسيه بيني وبينها، فممكن ده اللي كانت شويه شخصيه وكانت لازم تبقى اصل، يعني استحاله هتعامل معاها بحب، ان انا عندي جوانب بقالها سنين كتير جدا من طفولتي مخلاني متاثره بشخصيه ناهد او الفنانه الكبيره طبعا نجمه علا غانم، ان هي ما بتحبهاش، فده ظاهر طول الوقت في المشاهد ان هم ند لبعض طول الوقت. غير كده استاذ محمد نجح ان هو يخلي كل الشخصيات بيتشك فيها، غاده بيتشك فيها في وقت من الاوقات ان هي ورا الاحداث، هنا تشك فيها في وقت الشك في الجميع بحيث مغني. ان المشاهد يبقى واقع تحت تاثير الانجذاب والانبهار حتى اللحظات الاخيره بالظبط. طيب محمد محمود عبد العزيز، لسه كنت لسه بقول ما كنت عاجبني جدا مشهد هضيعك زي ما ضيعتيني استاذ وائل مذاكر دي حاجه تقلق، دي حاجه تقلق مش حاجه تريح ربنا يستر. محمد البعض هيقول لك محمد محمد لازم يركز في التمثيل شويه لانه كمان عنده مؤهلات نجوميه، يعني بتجي لك النصيحه دي؟ هي بتجي لي مؤخرا، جايه لي كتير جدا وقلقاني على قد ما هي بسطاني الحمد لله رب العالمين، بس قلقاني يعني بحس انها مسؤوليه، خصوصا ان انا دايما يعني غصبا عن الناس وغصبا عني بتحط في مقارنه، اذا كان انا او كريم اخويا بتحط في مقارنه مع ابويا طبعا. طبعا عملاق زي محمود عبد العزيز ده بالنسبه لي مسؤوليه يعني، بس محمود عبد العزيز يظل حيا بيننا الحمد لله رب العالمين باعماله وقيمته الفنيه الحمد لله. فده مؤخرا طبعا بدات اسمع ده ومبسوط بيه جدا يعني الحمد لله، انا شخصيا على المستوى الشخصي مبسوط ان انا ما خذلتش ابويا الحمد لله، اسمه مازال موجود وبيتقال كويس اذا كان عن طريق او عن طريق كريم اخويا. معلش النهارده في بس حاجه شخصيه مالهاش علاقه بالحاجة بتقوله، بس غير الناس بدات تزهق مني يمكن من كتر ما بكتب ده على السوشيال ميديا، ولكن انا دايما بقول الفاتحه والدعاء على ابويا وكل رحلوا عنا، دي حاجه. الحاجه الثانيه النهارده عندي انا مناسبه شخصيه وعيد ميلاد امي ما عرفتش اروح لها، فعايز اقول لكم سنه طيبه. نقول لها كل سنه وانا اسف طبعا ان انا ما كلمتكيش. نقول لها كل سنه طيبه بقى من الشاشه. كل سنه وحضرتك طيبه، وانا اسف ان انا متاخر بس يعني هخلص ان شاء الله واجي لحضرتك. وبتاخد هديه ولا ما فيش؟ لا هتاخد هديه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا بس غالبا احنا اللي بناخد الهدايا بنروح ناكل عندها، فده بالنسبه لي تمام. موضوع التمثيل بالنسبه لي انا بحبه جدا من زمان وكنت حابب ان انا اثبت نفسي فيه، بس يمكن كمان لما دخلت موضوع الانتاج على قد ما هو ميزه بالنسبه لي وبحبه برضو ان انا بشارك في صناعه الحاجه اللي انا بحبها الا اني كممثل غصب عني بتأيد، لان في النهايه هو ده وجهه نظري، المنتج اللي بيفكر يكلمني او المخرج اللي هيفكر يكلمني بيحسبها قوي قبل ما يكلمني، هل هيوافق ان انت منتج زيه يعني بالظبط. انا بالنسبه لي ما عنديش ده، يعني بدليل ان انا السنه دي شغال مثلا مع استاذ هاني سلام واستاذ رفيع عبد العزيز في مسلسل طاقه نور مثلا، ده ملوش علاقه بيا، ملوش علاقه بانتاجي، ملوش علاقه بحاجه، ودور لطيف ودور معقول، مش واخد دور بطوله، مش واخد مساحه، ما كان ليش اي طلبات اللي هي المفرطه او الغريبه او او او، بس بالنسبه لي كممثل انا بحب التمثيل، بحب اثبت نفسي فيه، بحب اقول ان انا عندي موهبه بحاول ان انا احترمها واحافظ عليها وما اخبطش في اسم ابويا على قد ما اقدر، واقدر ان انا احافظ عليه ان شاء الله يا محمد. وان شاء الله دايما حتى يعني محمود عبد العزيز يكون امتداده في ابنائه، لكن كمان اعماله الفنيه باقيه، وناس كتير بتقول يعني مفتقدين محمود عبد العزيز في عمل جديد، يعني في اسماء دائما في رمضان تحديدا يعني من الاسماء اللي الناس بتضع عليها علامات معينه. تعال نشوف المشهد كمان اللي فيه مشاعر انسانيه فياضه، يعني ياسر جلال اللي هو ضابط حراسات شخصيه لرئيس الجمهوريه يعني بيحمي راس الدوله، ولكن فشل في حماية ابنه وزوجته وعنده هذا الإحساس دائما، ده مشهد من المشاهد اللي فيها مشاعر إنسانية لما قتل ابنه.
شد حيلك يا يحيى. ولا يا يحيى انا مش عايزك تشيل هم اي حاجه، انا عجزت قاع العزب. انا مش هعمل عزب. ايه بس انا خلاص مفيش عزب. ونعم بالله. غدا هتروح البيت اوصلك؟ لا هروح مع يحيى. تحب استناكي معاكم؟ اشرب مش وقته. هو ساب فين؟ معرفش، من امبارح بكلمه ما بيردش، حتى رسايلي ما بيشوفهاش. الفيلا وانا حصلكم. عايزاكي. بقول لها شد حيلك. زي ما قلت لكم المسلسل بيجمع بين السباق للحصول على المعلومات، في مشاهد الأكشن، الدراما البوليسية الاجتماعية، لكن كمان في مشاعر إنسانية فياضة. انضم إلينا إيهاب فهمي. أذكر ثلاث مسلسلات لم يعمل فيها. أيوة بالضبط. ده بيومي فؤاد بيقول مع إيهاب فهمي. أنا اتشرفت إن أنا مع زمايلي ومع الشركة المحترمة والنجاح العظيم اللي في ظل الرئيس دي أهم النجاحات اللي حصلت السنة دي في رمضان. الحقيقة إحنا فرحانين كلنا بالنجاح، بس أنا فرحي بالأخص بتقديم نجم جديد لمصر ياسر جلال. نجم مهم جدا. أنتوا كلكم مبسوطين ليه لعودة ياسر جلال نجما من جديد؟ يعني عشان النجم لما بيبقى موهوب قوي وبيبقى متعطل وبياخد حقه من الآخر كده، كل إنسان بيشوف فيه فترة ظلم أو فترة ابتعاد عن الساحة بيلاقي نفسه فيه. فياسر حقق محترمة. أحلام ناس كثيرة جدا، شخصية محترمة مع كل زمايله، وهو إنسان جدا جدا لما تقرب منه إنسان وما عندوش أمراض النجومية خالص خالص. بيحب كل الناس، وده اللي نجح على فكرة. ده من أسباب النجاح العمل. وطبعا أنا عشان جيت متأخر فهقول الكلام المتأخر، أستاذ محمد حول عزيز والأستاذ يمون مقار الحقيقة ما بيبخلوش على أنهم بيقفوا سبورت لأي موهبة وهم عندهم تحدي، يعني ما شاء الله بينجحوا فيه دايما ما شاء الله. طيب إيهاب لسه هسألك بقى عن دورك، بس عايز أرجع تاني لياسر. الكلام ده طبعا يعمل لك مسؤولية قادمة، بمعنى أنا شايف الناس كلها مجمعة على أن نجومية ياسر جلال مطلوبة. ليه؟ عندها إحساس بأن كان جواك طاقات هائلة جدا، لكن يبدو أنها لأسباب أنت يعني قلتها ما طلعتهاش كلها. مش خايف بقى انك انت كمان تعود تاني لمنطقه استراحه المحارب شويه وتقول اصل انا مش هبذل مجهود ومش هكلم الناس؟ لا، ولا الناس اللي بتكلموا دلوقتي، الناس اللي بتكلموا الموضوع اختلف تماما. شايف المسلسل خلاص هيبقى نقطه انطلاقه، مش هيكون بعدها عوده الى الخلف تاني؟ هو اسمح لي بس قبل استاذ وائل ما اجاوب على السؤال ده، انا عايز احيي ابني جلال، هو شايفني دلوقتي لانه هو موصيني، يعني قال لي والنبي يا بابا وانت مع عم وائل الابراشي ابعت لي تحيه، فانا ببعت لك تحيه يا جلال يا حبيبي، ويعني درسك بقى احسن ولا لسه؟ وسلم لي على ادريه بقى علشان هي جنبك. وبعدين بحيي طبعا زوجتي وحبيبتي هبه مصطفى، هي تعبت معايا كتير جدا جدا ودعمتني، وبصراحه احنا تعبنا احنا الاثنين جدا، لان احنا يعني شبه ربطنا الحزام على بطننا في الفتره دي سنه ونص ما كانش فيه شغل، رغم ان جالي السيزون اللي فات شغل كتير رمضان اللي فات، بس اعتذرت كله عنه، رغم ان الاستاذ ريمون ما كانش مانع، يعني قال لي اشتغل رمضان، قلت له لا انا كنت مركز في التحضير للمسلسل ده بقالي من قبل رمضان اللي فات.
طبعا حضرتك انا سايبها. لا عايزين بس جلال كام سنه عشان يبقى جلال يعني قدامه 3 4 7 سنين ونص جلال. ربنا يخليه لك. سمعت سلام لزينة بس عشان زينة طبعا زينة حبيبتي بنت اختي دينا فؤاد طبعا ربنا يخليها. بنبعت لك تحيه يا زينة طبعا. هي كانت بتيجي المسلسل المخصوص تقول لي رايحه عمو ياسر موجود موجود تيجي بحبه جدا. دي بنت دينا والله. انا عايزين حضرتك تسمح لي بس هو في شكر واجب لازم اقوله لكل زمايلي اخويا وحبيبي ايهاب فهمي واختي دينا واختي علا والنجم الجميل محمود عبد المغني والنجمه هنا شيحه والاستاذ عزه تبعوف والاستاذ محمود الجندي والنجمه الجميله دنيا عبد العزيز ان هم بصراحه يعني انا محمود وخالد محمود النجم خالد محمود اللي هو انا كم الحب والاحتفاء والنقيب بدل ما يعاقبك دكتور اشرف زكي. ايه ده دكتور اشرف؟ انا لو عليا قلت تاني على ثلاثة. لا دكتور اشرف زكي ده استاذنا وكبرنا واحنا كلنا بنفتخر بيه قوي دكتور اشرف. يعني انا اسف قطعت كلامك في حد برضو عشان يعني مش ناسينه بس هو الكلام لسه كنت جاي له. احمد سمير فرج. احمد سمير احمد يعني ممكن يبقى يجي معانا كمان النهارده بس احمد سمير لازم كل واحد فينا يتكلم على حده بجد ان استاذ احمد سمير يعني هو الغائب الحاضر هو من اهم طبعا جوانب نجاح العمل طبعا ده يعني ده طبعا هو كان مثلث هو الحقيقه اهم مخرجي رمضان هذا بالظبط هو كان مثلث يعني هو وشركه الانتاج والورق بجد مثلث. هو كان امين جدا علينا جدا كفنانين من اول يوم قال لي انتوا امانه في رقبتي وهو كان قد الامانه وقد الوعد اللي اداه لكل فنان على حده. كان بيشتغل لكل فنان كانه هو النجم الاوحد بتاع المسلسل بيهتم بادق التفاصيل بيقوم في المشاهد الصعبة اللي لو حس ان الفنان مش ماسك الشخصية فيها صح بيقوم يعمل تعويذة كده ويقعد يوشوشنا في ودننا الاقي نفسي يركبني عفريت. يعني يقدم نصائح دائما طول ما شغال ما يكتفيش بالمشهد وخلاص. وبعد اذنك يا دينا انا كنت لسه جاي للاستاذ احمد سمير فرج لان انا تحديدا كنت عايز اتكلم عنه يعني بشكل خاص لان انا بستعجب جدا لما يجي يقول لك مثلا الممثل ده اجاد او طاقم العمل يعني كلنا عاملين ادوار حلوه وكلنا يعني الحمد لله ربنا وفقنا واجدنا. مستحيل الممثل يبقى جيد من غير ما يكون وراه مخرج ممتاز طبعا. لان انا يعني احجام اللقطات اللي انا بياخدها ايقاع المسلسل ككل ده هو ماسك المسلسل من الالف الى الياء وعنده عناصر العمل الفني كلها. يعني الممثل ده هو صحيح اهم عنصر من عناصر العمل الفني بس هو عنصر في تصوير في موسيقى في مونتاج في سيناريو في عناصر كتيره جدا في كل دي المخرج هو المايسترو هو القائد لكل حاجه. فاحمد سمير فرج متربي في بيت فن طبعا والده الدكتور سمير فرج من يعني من كبار مدير التصوير في السينما العربيه. هو برضو عارف يعني ايه احجام لقطات وعدسات وبتاع فده طبعا هو اضاف لنا كتير جدا جدا وانا مدين له بالفضل بعد ربنا. واحب برضو اشكر انا لسه عارف النهارده ان الفنان الكبير الاستاذ محمد صبحي شكر في المسلسل امبارح كان معايا امبارح وبيعمل حاله تقييم فبشكره جدا جدا جدا. هو قيمه وقامه كبيره جدا وشرف كبير لينا استاذ محمد صبحي يجيب سيره المسلسل وسيرتي وسيرتنا. لا وعجبني جدا هو قال في اعمال فنيه بتشعر بالنوايا من بدايات العمل انه الناس عندها نيه انها تقدم عملا جيدا ممكن بعد كده يبقى في نوع من الخلل يعني في بعض الاعمال الفنيه لكن هو شايف ان النيه لتقديم عمل جيد بيبان جدا في المسلسل. اخر حاجه هقولها بس عشان ايه وبعد كده مش هتكلم تاني. لا احنا عايزينك تتكلم بس هنتكلم انا بس عايز اشكر بس كم الصحفيين المحترمين وكلهم يعني بنكن لهم كل الحب والاحترام اللي دعمونا. يعني احنا خدنا دعم من الصحافه كبير فانا بتوجه لهم جميعا دعم تلقائي ودعم تلقائي طبعا يعني طبعا الصحافه دعمها هيبقى تلقائي طول العمر. يعني الصحافه دي كلمه شريفه وكلنا بنحترمها لكن دعمهم تلقائي. وكمان السوشيال ميديا يعني انا واحد ما عنديش اكونت على الفيسبوك بس لقيت السوشيال ميديا كلها واقفه جنب المسلسل. اكد على الموضوع ده عشان انت لسه عامل لي اد امبارح. مين؟ والله العظيم واحد دخل باسمك عمل لي اد على كل الحاجات. اكد على موضوع الموضوع ده. طب حلو انت كويس انا فرصه. انت مش مؤمن بالتكنولوجيا وتضييع الوقت في مش مؤمن ما بفهمش فيها يعني ما اعرفش يعني انا مثلا يعني ايه انا اخش في عالم افتراضي واعيش فيه واتعامل. انا مره لقيت حوار صحفي منشور ان انا عامل حوار صحفي وان انا مش عارف ايه وتمام وانا ما قابلتش الصحفيه اللي عملته وموجود عن طريق ايه بقى لما عرفت عن طريق الفيسبوك انها دخلت على الفيسبوك لان مش عارفه توصل لي فعملت حوار صحفي واتنشر. فاصبحت الناس تتعامل مع السوشيال ميديا على انها هي الواقع هي الحياه ان دوت اللي انا بكلمه ده ياسر جلال او ده محمد محمود عبد العزيز او ده ايهاب فهمي. انا اسف دي مصيبه
يعني في اكيد في جرائم طبعًا كتيره بترتكب طبعًا والناس مش عايزه تصدق. يعني انا سجلت فيديو من 3 سنين سوري يا دينا، وقلت فيه ان انا ماليش اكونت على الفيسبوك من 3 سنين، وقلت لهم يا جماعه ومش هيكون لي اكونت، لا هي تناكه ولا هي غرور ولا هي حاجه، لكن انا احب اعيش في انا بحب الاستاذ وائل، اكلمه في التليفون اروح اقابله، لو ما قدرتش اوصل له خلاص، لكن ما اعتمدش ان في حاجه وهميه واقول دي بس دي الاستاذ وائل الابراشي، حرام. لا يعني للاسف دي من في نجاح مزيف كمان اللي هو يعني ساعات بيبقى فيه هم بينجحوا حاجه مش ناجحه اصلا عن طريق السوشيال ميديا، فبحس ان ده نجاح مزيف. انا بحس ان النجاح هو ان انت تعمل مسلسل ناجح ودور حلو الناس تتكلم عليه. طبعا انا شايف ان محاوله صناعه النجاح من خلال انه البعض يقول لك تعالوا نستخدم النت علشان نقول انه هذا المسلسل هو الافضل هو الاحسن، وده الحقيقه موضه احنا هنشوفها خلال الثلاث ايام القادمه بالظبط، استطلاعات يعني من هنا للصبح يعني. بس يعني هنا ياسر عشان غموض الشخصيه بقى، يعني الناس كمان لانه ضابط حراسات شخصيه ودائما هو يكتم المعلومات ويجمع المعلومات، لكن الشخصيه كمان فيها غموض انت طلعته بشكل هايل يعني. الله يخليك. انت دخلت على الشخصيه بادواتك يعني، يعني صحيح المخرج بيشتغل والورق بيشتغل، بس انت كمان اكيد كان عندك ادواتك الشخصيه في التعامل مع ضابط حراسات شخصيه لرئيس الجمهوريه. بالنسبه للشخصيه دي تحديدا ولا بشكل عام؟ لا للشخصيه دي، للشخصيه دي تحديدا او على حسب ابعادها الثلاثه، يعني كل شخصيه احنا بنتعامل معاها ليها ثلاث ابعاد، بعد مادي شكل جسماني وش واللوك عامل ازاي ولبسه عامل ازاي جسمانيا، يعني الشكل الجسماني والوقفه وال ده البعد المادي بتاع الشخصيه. البعد الاجتماعي هو ساكن فين، متجوز ولا مش متجوز، علاقته ايه بالناس، مين بيكرهه مين بيحبه، غني ولا فقير، ده البعد الاجتماعي. البعد النفسي هو مشاعره احاسيسه طموحاته ذكرياته طباعه. من خلال الثلاث ابعاد دي حضرتك بتمسك الشخصيه ككل في العمل، وابتدي مشهد مشهد الراجل ده هيتعامل ازاي. وكل الابعاد دي احنا بنعرفها منين؟ بنعرفها من هيستوري تاريخ المؤلف والمخرج والممثل بيحطوه سوا للشخصيه حتى لو مش مكتوب، تاريخ للشخصيه كان ايه وحصل له ايه وكده، وبعد كده مع مشهد مشهد وكلام الاخرين عنه، يعني اخته بتقول عليه ايه فابتدي انا اعرف اخته بتقول كذا، بنته بتتعامل معاه ازاي، فابتدي انا ابتدي انا اجمع المعلومات دي وابتدي ده يبقى في عقلي وانا بشتغل مع كل مشهد في الشخصيه. ده المفروض احنا بنشتغل كده في التمثيل. الاستعداد لده بقى كان في تدريبات رياضيه، كان في لوك، كان الاستاذ ريمون مقار بصراحه هو مع الاستاذ احمد سمير فرج اتفقنا على ان اللوك دقن حلوه كده زي بتاعت ايهاب وشعر كده مفروع على الجنب، بس انا حلقت دقني علشان كان عندي مشهد صورته النهارده الفجر كده هيتعرض في حلقه بكره، مشهد فلاش باك، اربع مشاهد فلاش باك، يعني كان بيفتكر زمان كان اصغر سنا يعني، فقررت ان انا احلق ده. فلكن هو كان يعني انت لسه حالق دقنك النهارده؟ لسه يا دوب النهارده امبارح الفجر نعيم الله يبارك فيك. لكن حتى التكوين الجسدي للشخصيه اشتغلت عليه يعني، دخل لعبت بس بقى، بس انا خسيت الفتره دي بقى لان انا كنت بمثل وشلت حديد وحاجات كده وشلت كل حاجه، اتسحل اتسحل قبل سنه تقريبا كل يوم في الجيم من ساعتين لاربع ساعات. ابو النجا ما شاء الله المدرب كان عامل واجب. ما انا عايز ده يبان للناس لانه الحراسات الشخصيه دي يعني لازم يبقى فيه بنيان جسدي معين، بنيان جسدي، وكمان فندم التعامل مع الاكشن كمان، يعني المشاهد الحركه في الافلام او المسلسلات لازم الواحد يبقى مستعد لها، لان حضرتك فعلا احيانا بتضرب وبتضرب بجد، بتقع تتعور بجد، فلازم يبقى انت بنيتك تتحمل. في مشهد هتقولنا استاذ اشرف كده لو معانا نبقى نشوفه بعد شويه، اللي هو انتوا نزلتوا فيه من فوق عربية. على العربية ده المشهد اللي عز عرش مصر اليوم ده، بجد الحلقة العشرين دي بجد الحلقة العشرين بمشهد الوقوع من فوق لانه اتصور في وسط البلد وكان مشهد حقيقي جدا بجد، يعني انا شفت يعني مصر كلها اتهزت اليوم ده. انا هقول لك حاجة دينا، انا ساكن في كومباوند كده كل جيراني ناس محترمين، يعني بعد المشهد ده تاني يوم لقيت ايه ناس بعتين لي اكل قال لك احنا عايزين نغذيه، هو اكيد يعني تعبان دلوقتي وقت عور ولا حاجه. يعني اسف صعب عليا والله، انا صور في وسط البلد الناس طبعا وسط البلد، مدام مصطفى كامل انتوا عاملينه في وسط البلد بجد وسط البلد، مدام مصطفى كامل ومأجرين مأجرين مكان هناك وجايبين الدنيا كلها والاوناش ومكان المطر وقافلين المنطقه تقريبا،
بنتاسف طبعا المديريه عشان ما حصلش مشكله دلوقتي. ده كان قبل رمضان ولا في لا لا في رمضان؟ رمضان بنصور. اللي عجبني بقى صريح احمد. طبعا واخدين تصريح واخدين حاجات دورش نقفل لوحدنا. ياسر بقى اللي ساب عليه في ايه خد التيك مرتين. عدناها مرتين. احنا ما صدقنا نخلص عدتوا المشهد. النطه اتعدت مرتين. هو الاستاذ احمد سمير فرج عايزنا نقع على سقف العربيه مش على وقعنا اول مره على ازاز العربيه فايدي اتفتحت. قال لي ايه تمام قلت عيد. قلت له عيد انا قتيل انا معاك هنعمل. يلا هو مهم المشهد يبقى معانا يا جماعه. نشوف حلقه 20 حلقة 20 هنشوفه بعد الفاصل. يعني الظريف في الموضوع بقى ان الناس اللي كانوا بيقفوا في الاشارات والعربيات لما يعرفوا ان مسلسل ياسر جلال ما كانوش بيتضايقوا. خلاص يا جماعه براحتكم احنا حابين المسلسل جدا. مسلسل ياسر جلال مسلسلنا. والله يا ياسر انت بس انت وضعك ده مؤذي والله. يعني والله ما بدعيه. والله ما بدعيه. لما هو انت لو انت بتدعيه الناس هتطلع يعني حتى انت من خلال لقاءاتك وكلامك في الايام اللي فاتت في تواضع شديد جدا. لان المشكله ان احنا عندنا شويه انا بسميها امراض النجوميه يعني زادت شويه عن حدها. يعني انا استاذن حضرتك يا زويل يعني مثلا لو عايزين احنا نعرف شخص احنا بنقول في الدراما لما نيجي نمثل شخصيه انا بعرف ازاي ابعدها من خلال كلام الشخصيات اللي في العمل الفني عنها. انا زمايلي الحمد لله كلهم وليهم كل الحب والاحترام وانا فخور ان انا منتمي للوسط الفني. علاقتي بيهم جيده جدا وطيبه جدا بدليل ان انا مش اتفاجئت فرحت جدا بفرحتهم ليا على طبعا استاذ المؤمن على السوشيال ميديا وعلى الصحافه وكده يعني. نجوم كبار ليهم مسلسلات في رمضان بيكلموني بيباركولي فرحانين. ما انا اندهشت جدا دايما حتى النجوم يحاولوا يقللوا يعني من ابطال المسلسلات التانية. انما فوجئت لقيت فيه تصريحات على ألسنة البعض ممن لهم اعمال هذا العام يعني وبيشيدوا بياسر جلال وبالمسلسل. في ناس كتير كلمتنا كلمت ياسر وناس كلمت ريمون. ده حقيقي. يعني انا مثلا انا من ضمن المكالمات اللي جات لي وكانت بالنسبه لي بسطتني جدا عمرو دياب مثلا. شيرين عبد الوهاب. احمد السقا كلمني بيبارك لي وكان بيعزمني على الفيلم بتاعه وقال لي ما شاء الله انتوا عاملين شغل زي الفل. ناس كتير جدا بتتكلم. هي ميزه الوسط ان احنا بنحب بعض على فكره كلنا. ده حقيقي يعني. في النهايه في منافسه وفي كل واحد لا والمنافسه مطلوبه مش المنافسه مطلوبه طبعا. ومنافسه شريفه على فكره بدليل ان الناس بتقول مبروك لما حد بينجح بجد خلاص بيكلمك يقول لك مبروك وبيكلم ياسر وبيكلمني وناس بتكلم ريمون. كلنا بنتكلم ان كلنا في النهايه همنا ان الحدوته تمشي صح الشغلانه نفسها تمشي صح وتنجح صح. طيب هطلع فاصل وبعد الفاصل كمان هنتلقى اتصالاتكم هنكمل هنسمع كيف يمكن ان ينجح عملا فنيا بهذا الشكل يعتمد على بطولة جماعية. يعني حتى ياسر جلال مش عاوز يقول انا بطل المسلسل. يعني الناس بتتعامل مع بعضها البعض على اعتبار ان المسلسل نجاحه اهم من نجاح كل من مثلوا فيه. كان في شبه إجماع من المشاهدين يعني ربما في سابقة هي الأولى من نوعها منذ الحلقات الأولى لمسلسلات رمضان يبتدي الناس زي ما قلت يقولوا لبعضهم البعض لا حاول تشوف ظل الرئيس. كان في حالة شبه إجماع على إنه المسلسل الأول الذي يحظى بأعلى نسبة مشاهدة. ستظل منجذبا ومشدودا لمسلسل ظل الرئيس حتى الحلقات الأخيرة. مسلسل يعتمد على الإيقاع السريع يعتمد أيضا على الجمع ما بين الشكل والمضمون. مضمون ربما لم يتناوله الكثيرون من قبل. ضباط حراسات شخصية لرئيس الجمهورية يدخلون في صراعات مع بعضهم البعض وسيظل السؤال هو مين اللي قتل. يعني السؤال ده هيبقى على طول في الذهن يا استاذ محمد. انتوا كنتوا حريصين جدا انه الاجابه على السؤال
تكون حتى الحلقات حتى الحلقه الاخيره يعني. ده حقيقي ده حقيقي ده يعني اصل المسلسل مبني على تيمة مان الجاني، فانت لازم تفضل ماشي بيها لحد اخر حلقه. بس في نفس الوقت انا كنت بلعب لعبه تانية، حتى لو انت لو قدرت توصل او استنتجت حد من شخصيات المسلسل هو ده اللي عمل ده، هيبقى عندك قدامك لغز تاني عملها ازاي. فانت حتى لو عرفت ده انت كل الحاجات دي تربطت ازاي في بعضها. قدر يعمل كل ده ازاي. بس يعني يظل الشك دايما ده، حتى يعني في ناس عندها شك في اخته دينا، يعني في ناس عندها شك في الجماعه الاسلاميه وهل كان محمود الجندي ينتمي اليها ولا لا، في شكوك الضباط نفسهم وصراعاتهم، مين هو يونس عبد الحميد، يعني كل ده تساؤلات في اذهان الناس يعني. ده حقيقي. انا كنت برضو عامل يعني كنت حتى وانا بشتغل كان في دماغي دايما ان انا كل حد كل شخصيه من شخصيات المسلسل ليها جزء بتاعها، يعني فيها كذا مجموعه من الحلقات المسلسل بيدور حواليها في الجزء ده، فده خلى الناس كلها تقول ده اكيد هو ده، وبعد كده شويه الاقي المسلسل بيدور حد تاني فتفكر في اللي بعديه وهكذا، كنت شغال بالاسلوب ده. طيب استاذ الرقابه ما اعترضتش خالص لان مسلسل داخل في مدير مكتب رئيس الجمهوريه، هيقول لك بقى في فترات سابقه ولا حاليه لا ضباط امن دوله كانوا في الحراسات الشخصيه لرئيس الجمهوريه، ما يعني المنتج النهائي ما كانش فيه اي تحفظ. بص اقول لحضرتك حاجه، احنا قدمنا الورق بتاعنا بشكل عادي خالص، اخذنا الموافقه، ما حدش كلمنا في اي تفاصيل، ما طلعش اي ملاحظ، ولجنه المشاهده بتاعه الرقابه جت شافت الحلقات بعد ما اتقفلت. الصراحه ناس وبيتكلموا وقاريين كويس قوي، يعني المساله مش مساله ان هو حاجه حكم، بالعكس لا، الناس جايه قاريه وتفاصيل وتقول طب ده وده وده تمام. فانا ما واجهتش اي مشكله مع الرقابه من بعيد ولا من قريب خالص في هذا العمل. يعني ممكن اضيف حاجه برضو، يعني في حد من الرقابه كلمني في التليفون، يعني كلمني تواصل عادي بره الشغل، قال لي انا شفت المسلسل وبحيك عليه، يعني هو الراجل اللي بتفرج قال لي انا مبسوط جدا ان انا اتفرجت عليه، ما كانش لي اي تعليم الحاجات دي خالص، وما كانش في اي تحفظ من اي جهه خالص. امنيه حتى خالص يعني. بالعكس، ولا اترفع تليفون ولا حد اتكلم ولا حتى الحاجات اللي بيطلعوها اللي هي المحاذير الرقابيه ما طلعناش عندنا حاجه في الورق اصلا. فده دي كانت حاجه واحنا داخلين عليها كنا بنقول ان العمل ممكن يبقى فيه جدل او كلام، بس احنا ما حصلش اي معاكسات او اي حاجه. بعدين حضرتك يا سؤال، هو طبعا المسلسل هو ماشي مع سياسة الدولة في الفترة الحالية، الشعار اللي رفعه الدولة ورئيس الجمهورية هو محاربة الفساد. يعني هو دلوقتي في شعار واحنا كلنا شايفينه، يعني بيعملوا في الأراضي وبيشوفوا الحاجات الوضع يد وفي شغل جامد بصراحة، احنا بنحيي القائمين على الدولة على الأمور في الدولة عليه، يعني إن هو المسلسل بشياكة شديدة من غير ما يختص حد بالذكر، يعني بيتناول بعض الأمور اللي كانت مش تمام بشكل محترم اللي فيها فساد واستغلال النفوذ وبيحارب بقى الفساد ده واستغلال النفوذ، يعني فما هياش بعيد عن سياسه الدوله الفتره حاليا. طيب يا سيد، قبل ما اسال هبدا عايز اشوف المشهد اللي كنا نوهنا عنه لانه كمان من اهم المشاهد، وانا فوجئت انتوا بتقولوا عملتوها في وسط البلد وفي رمضان، نشوفه اولا ونعلق عليه. عرفت اللي بيحصل دلوقتي. لا انا مش هتكلم في اي تفاصيل في التليفون، لما عدك نتكلم في التفاصيل. هحاول اتصرف في الموضوع بس اعرف المه الاول.
انا ليا كلام معاك تاني خالص عشان اللي بيحصل ده غلط يا عم. سلام. اضرب يا سلمى. انت عمرك مسكت مسدس قبل كده في حياتك؟ اضرب يا سلمى بقولك. سمعت عن حاجه اسمها صمام الامان؟ اضربي. ده اسمه صمام الامان. طبعا واحنا بنتابع المشهد في بيبقى فيه حوارات جانبيه. معقول انت بتقول لي انه عملتوا المشهد ده بدون دوبلير وقعتوا بالشكل ده من ال والله العظيم بدون دوبلير. وفي مشهد كمان تاني كنت متشعبط في السور كده في الحلقه الكام، الرابعه ولا الخامسه؟ الحلقه الخامسه. خمسه. واحد بيحاول يضربني فبيوزقني فبمسك في السور فبيجي يضربني عايز يعمل كده فامسكه من رقبته بحذفه هو بقى. فالحاجات دي كلها احنا بنعملها. بس هو لا بس المشهد ده تحديدا لانه حتى لقيته على مواقع التواصل الاجتماعي منتشر بشكل كبير وجايبينه من فوق يعني وبالبطيء كمان. ده حقيقي. احنا عملناه مرتين. احنا اول مره وقعنا على ازاز العربيه على الازاز على قدام شويه فالازاز اتكسر فتعورت ولقيت الاستاذ محمد والاستاذ ريمون والاستاذ احمد بيقولوا لي ايه الاخبار تمام كده كفايه؟ قلت له لا تاني يلا نطلع. طبعا مش ما ينفعش مكلفين التكلفه دي كلها والمكان ومشهد حلو. هو المخرج مصمم انك تقع على سطح العربيه مش على الازاز يعني عشان تناموا النومه دي اللي هي المشهد لازم تخرشم علشان المشهد يطلع. بس المسافه بعيده يا سيدا. ده ما البلكونه نفسها الدور اول بس بعيده الاول قديم قديم يعني دي المسافه فعلا تنزلها كده وبعدين هو للامانه بيبقى فيه واير بس الواير ده بيبقى خفيف قوي يعني امان بس امان امان لكن هو حضرتك احنا بنطلع بناخد الهب ده بالوقت درجه العربيه اتطبقت من جسمنا انا وهو يعني العربيه اتطبقت بجد واحنا اتعورنا باين بانت انها اتطبقت بجد يعني بس انت يعني في هذا المشهد ما تخافش انك ممكن يختل توازنك فما تقعش على تقع على الارض جنبها مثلا. شوف يا زوال انا ساكن طول عمري مع والدي في دور ارضي وعندي بيت كده في البيت عندي حته دور ارضي بقعد فيها. انا اساسا بخاف من الادوار العاليه اللي ما يعرفوش بقى زي الاستاذ محمد صبحي. الاستاذ محمد صبحي في اي فندق ما تلاقيه ما يشوفوا له اي حاجه تحت. بس انا ايه بقى ساعه المشهد ده انا داخل رايح ايه بتشاهد يعني انا مفيش كلام لدرجه اللي كان حاسس بيها الاستاذ ريمون والاستاذ محمد بصراحه. لا انا عرفت المشهد صعب فروحت انا ومحمد طلعنا لياسر قعدنا معاه فوق قبل المشهد فوقف هو محمد ابو النجا فمحمد يقول له يلا بقى وهنعمل يقول له بقول لك ايه هنعمل المشهد حتى لو متنا هيتعمل قلت له هنتعمل هو كان قلقان وبيشجع نفسه بشكل كبير والمسلسل الحمد لله مكسر الدنيا والمشهد مهم ومشهد فارق في الدراما. انا واقف طبعا ايه هي اللحظه اصعب لحظه هي اللحظه وانت حضرتك واقف من فوق خلاص وهيرمي بقى وتنط لانك لو ترددت لحظه ده ممكن واقف فوق السور ورجل ايه جوه ورجل بره واحد ماسكك من الكمر بتاع الحزام ورا والراجل ده هيسيبك. انا ايه احساسي اقول ايه عايز الزمن يتوقف. حلو قوي لحد الحلقه 20 حلو قوي. فكرتني باللحظه اللي حطيت فيها من الطياره في برشلونه برضو نفس الحكايه كانوا ماسكيني وراحوا حادفني مره واحده كانت نفس الاحساس دي احساس مرعب. بس ده انت بتتكلمي عن مقلب. لا ده كان بجد احنا نطينا بالطياره بجد سكاي بجد مش مقلب اللي هي بتخوض مغامره يعني بعض الحلقات انها بتخوض تجربه مش تجربه برنامج اسمه التجربه
طيب بس ده يعني هنا ما ما وانت طبعا بتقع بيه بتقع انتوا الاثنين مع بعض ماسكين في بعض وعدته يعني ده مش حد يعيده ده معاد يعني انا اعمله وخلاص يعني مخرج مفتري انا اسوأ كلمة سمعتها في حياتي اليوم ده معلش هناخده كمان مرة لا والزحمة والله عايز ان انا بسمع ايكو كده انا عايزكم تنزلوا على سطح العربية قدام شوية طب ما كويس احنا ما نزلناش على الاسفلت بتاع جنبها يعني يعني ده لا لا وبعدين ايه واحنا بيسيبونا احنا بنقع بجد يعني انا وانا محمد والله بنقع بجد طب ال السطح العربيه نفسه الخبطه فيه ما مش موجعه موجعه جدا يعني انا روحت رجلي من هنا وكوعي وجسمي ما مخبوط وارم يعني انا عندي في رجلي الشمال هنا الى الان من النزله دي لغايه دلوقتي بتوجعني جدا يعني متألم جدا يعني عايز اروح اكشف بقى اروح اشوف في ايه بس لسه مخلص تصوير الصبح النهارده لا مش مشكله احنا بس انا استاذ رمون المشهد ده اعتقد يعني في زياده يعني في الاجل ما احنا لسه في مقصه بقى هنقعد نشتغل عليها في ده مين صاحي الراجل اللي جاب لك دوبلير ياخد فلوس وبتاع لا ده هو رفض لا هو رفض لا ده هو رفض السطح احنا جبنا هو اللي مرضيش مشهد الفيلا كان فيه دوبلير والمشهد ده كان فيه دوبلير وقلت لهم لا خلاص يعني نعملها ما ينفعش يا جماعه نبوظ والله دي شجاعه منك لانه الحقيقه في احتمالات انك تتاذى منه كبيره كتير والله وكمان المشهد بتاع الخبط في انك تشيل انت قلت لي انه ده المدرب بتاعك محمد ابو النجم محمد ابو النجم كابتن محمد ابو النجم لو نشوف نشوفه كده ده يعني هو اللي بيدربك على ده اللي بيدربني كان في الجيم قعدنا خدنا فتره طويله تدريبات يعني كان هو مدربي كابتن محمد ابو النجم وانا بشكره طبعا على الهوا يعني وهو اللي ادى بطل العالم بطل العالم في كمال الاجسام يعني بطل العالم في كمال الاجسام بس يعني يتضرب برضو كده وكده في الدراما طب نجيب الاستاذ محمد عبد الناجى كده نشوفه على الشاشه كده المشهد ليه متاخر اهو ده ده اللي بيدربك على الاعمال القتاليه دي اللي كان وانت شلته فعلا كده والله ده تقيل لا بس هو عشان جسمه كله عضل ففي حاله انا اسف يا روبن بقطع عشان جسمه كله عضلات يعني ما عندوش شحم كتير فهو لما جسم الانسان بينشف في لحظه تقدر تشيله لكن لو راحت ساب جسمه بيبقى صعب هيستناك بعد الحلقه على فكره وانت مؤمن يا ياسر انه كل ما تعمل الاعمال دي او انا شايفك ده انت شايله فعلا هو وخبطته في الحيطه يعني في الارض انا عشان اعمل المشهد ده استاذ وائل قعدت في الجيم عشان اشيل اوزان وفي حركه من مخك برضو بالكاميرا يعني انا قعدت اشيل اوزان يعني كنت بزيد بقرص قوي في الاوزان في تقيله علشان اعرف اعمل الشوط ده يعني الشوط ده كان محتاج فعلا انك تشيل اوزان تقيله فكان لازم تؤهل نفسك للبداية وده كان المشهد ده كمان اتصور في البدايات يعني ده كان في بدايات المسلسل مش كده كان الديكور ده ديكور كان تاني ديكور يعني في اول 10 ايام المسلسل اول اسبوع اول اسبوع يعني فكنت في الفتره دي في كامل لياقتي البدنيه بس والوقعه نفسها كمان يوم حقيقيه ولا الوقعه يوم تاني بقى بعديها بقى ده الوقعه دي من قريب في رمضان وكمان انت عشان تعمل حاله المطر كمان ما اقولكش والله انتوا اشتغلتوا وده اللي خلى المشاهد تطلع طبيعيه يعني ده حقيقي إيهاب هنا طبعا الشخصيه في المسلسل في نوع تاني بقى في الجزء بقى المتعلق بالفساد والصفقات بس كمان عندك يعني جانب عاطفي عجبنا اول مشهد وانت قاعد بتكلم دينا في التليفون وقفلها تحت العماره حاجات كان ياسر بيعملها من 17 سنه كده بس ده سؤال انا العيله كلها قاعده بتتفرج اقول لك كل حاجه خمس سنين القانون بتسقط بالتقاضي انا بقالي 11 سنه يعني 11 سنه متجوز زوجتي انا بحبها جدا وهي بتحبني لا وانا في يعني المشاهد حتى فوقي كمان انك بيتوتي جدا وعائلي جدا ده حقيقي ربنا يوفقك ويخليهم لك دايما الله يخليك ايهاب فهمي حبيبي اتفضل شوف بقى بعض الناس هيقول لك مع انه معروف عن ياسر انه يعني بس ده كان زمان انت بتقول في الماضي في الماضي واضح الحلقه بره النهارده واضح الحلقه ده عندنا ده سؤال متوصي قوي بالجانب بتاع لانه الحقيقه ياسر جلال هذا العام الناس بتتعامل معاه لانه حتى يعني بدا الهوس بياسر جلال انت عارفه في احيانا جه متاخر الهوس متاخر 11 سنه والبنات بقى وصور ياسر جلال الحمد لله انا مراتي عندي بالدنيا
ايهاب فهمي استرس ايهاب فهمي كان عايز يتكلم يا استاذ وائل ايهاب فهمي كان عنده ايهاب فهمي كان هيتكلم فعلا طيب اه والله وعامل لي بقى بتحب كده والتليفون هو كان مشهد حلو قوي والنبي انا كلمتك عليه بعدها مشهد عاطفي قوي انا اقول لحضرتك طارق الجمل في شخصيات كده في الدراما دايما بتبقى مكتوبه بنسميها كده من تحت الجلد يعني الشخصيه اللي تفعل يعني وانت مش حاسس انها بتفعل يعني بتعمل مشاكل في قمه الهدوء عندها صراعات داخليه طارق الجمل الحقيقه كان مكتوب زي ما بيقولوا بالمزوره مكتوب حلو قوي علاقاته اللي هي كلها مصلحه يعني حتى العاطفه بالنسبه له مصلحه هو عاد لينتقم او عاد لياخذ حقه في اي شيء يعني بس هو الحقيقه زي ما بيقول ياسر زي ما حضرتك بتتكلم كده على مشهدي انا ودينا المشاهد الحلوه جدا لان في زي ما بيقولوا في سيمتريه في الشكل العام يعني في من تحت لفوق قديمه شكل كلاسيك ده مع ان واحد ما عندوش الجانب الرومانسي ده خالص عشان يعمل ولا وحشتيني وبرده في نوع من انواع التحدي لوجود الراجل ده انه يروح عند بيته يعني لانه غريمه يعني هو غريمه وعدوه طبعا وانت متهمه ب حطه في المتهم الاول المتهم الاول في قتل ابنك وزوجتك يعني. في مشهد انا وياسر الحقيقه انا عملناه يمكن في المراحل الاخيره من المسلسل كنا في رمضان كنا بدناش رمضان لسه وكناش بدنا كنا برمضان بيومين ده حقيقي اللي هم المواجهه اللي بينهم كان تحت المطر كان تحت المطر ومن المشاهد اللي بتلاقي فيها صراع درامي وصراع تمثيلي وصراع كتير قوي يعني في بيبقى في مشاهد كده انت في المسلسل دايما لما بتيجي تعمل دور بيبقى عندك مشهد اتنين زي ما بيقول الاستاذ محمد لكن هو نادرا لما الممثل بيبقى قدامه كذا مشهد بلغه التمثيل بيتمطع فيهم تمثيل استاذ محمد دي مش بنقولش بس كلنا والله كلنا فيعني دي بتبقى حاجه من ربنا ان ربنا بيحطك في ايهاب كان رائع في المشهد حبيب الله والله والله انا قلت لك يعني انت كنت عظيم فيعني هي المساله كلها انت كنت امام شخصيه يعني الى حد ما الشر انا بحب السكك اللي بتبقى متغلفه بحاجات يعني اللي هي مش العين والرجل يعني راجل عادي جدا عنده صراع ابنه عنده مرض التوحد عنده صراع خارجي عنده صراع انواع صراعات كثيره في المشاعر الانسانيه دي موجوده طبعا. بشكل وكمان المحل ده بيعمل شوكليت كيك لا واكترز يعني لا انتوا اكترز انا معروف عندي بص اصحابي الانجليش عندي قوي جدا هم الحقيقه استغلوا الموضوع ده على فكره الملحوظه دي يعني سواء واضح ان هو متابع لا وبتابعه في مسلسلات يعني ممكن ان تتابعها وانت مشغول بحاجه يعني انما ده لازم طبعا. تتابعه وتركز فيه جدا لانه كمان في معلومات وفي اسماء طبعا. وفي طبعا. شخصيات طبعا. في اجهزه امنيه وزي ما قلت كمان يعني في مؤسسه رئاسه يعني وهيظل الناس تسال مين هو مدير مكتب الرئيس ومين هو الضباط الحراسات الشخصيه وتحاول تنسج القصص حول نهايه المسلسل. محمد بالتاكيد الاستاذ محمود عبد العزيز كان هيبقى سعيد جدا بدورك ده كان بنصحك دايما يقول لك يا محمد كمل في هو اللي نصحك بانك تكمل تدخل في التمثيل يعني حاسس انك في البدايه كانك تضع قدما وبتحاول تسحبها تاني يا جماعه لا خليني في الانتاج كان بنصحك دايما انك تكمل في التمثيل وتمثل كان بينصحني نصيحة يمكن فهمتها مؤخرا كان بيقول لي بلاش تمثل فعلا هو الميديا عموما قال لي فكرة الميديا بالتمثيل بلاش وقتها طبعا كالعادة كأي حد في دماغه حلم أو في دماغه حاجة عايز يعملها لا أنا ده أنا في دماغي لا ده أنا عندي لا ده أنا أقدر لا ده أنا مش عارف إيه وكان بيتبسط لما كنت بنجح في ادوار قديمه كنت بعملها او حاجات يعني كانت فارقه شويه ويقول لا كويس ولا كويس اتطورت وخلي بالك مثلا من تفاصيل كذا بينصحني لما لقاني مصر بس النصيحه بتاعت بلاش انا بدات افهمها دلوقتي بلاش مش عشان الميديا وحشه وبلاش مش عشان ما بيحبنيش وبلاش مش عشان هو شايف ان انا مش ممثل بلاش لان هو شايف ابعاد تانية وشايف قد ايش الحدوته نفسها صعبة كاستحضار أحاسيس صعبة كمعايشة صعبة كصراعات بتحصل
بعد ما بتبقى ممثل كويس اه صراعات في اختيار، صراعات في تنافس، صراعات في ايا كان نوع الصراع، بس هي الحدوته صعبه جدا. انا قايمه على شايف ان قواعد الوسط الفني لا الشغلانه نفسها قايمه على ان 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 حضرتك اي حاجه في الدنيا بتجيبها من مخزون، يعني حضرتك لو بتبيع حاجه عندك مخزن بتاخد من المخزن وتبيع، فالمخزون بتاع الشغلانه او بتاع التمثيل هو خبراتك انت، وبتحرق دمك انت وبتعيشها انت بجد وبتصدقها بجد. يعني المشهد اللي حضرتك بتتكلم عليه ده بتاع انا اللي هو بتاع مش هسيبك في حالك وهفضحك وهعملك ومش هضيعك زي ما ضيعتيني، هضيعك زي ما ضيعتيني. ده مشهد انا بالنسبه لي كان صعب جدا. بعد ما خلصته كان السبعة تقريبا حاجه كده السبعة يا ريت نحاول نجيب المشهد يا جماعه 15 الحلقه 15. انا بالنسبه لي المشهد ده بعد ما خلصته اقسم بالله العظيم انا خارج بترعش، جسمي كله بيترعش وصوتي رايح، رجع بجد ومصدق بجد. يعني انا يمكن من ضمن الحاجات اللي خدتها من ابويا فكره انك تصدق انا بمثل ليه، انا يعني ايه بحب التمثيل. انا بحب التمثيل لان التمثيل ده حاله هعيشها عمري في حياتي ما هعيشها بجد، اذا كنت ظابط اذا كنت حرامي اذا كنت رجل اعمال اذا كنت فقير اذا كنت غني اذا كنت اذا كنت اذا كنت، كل دي حالات انا مش هعيشها بجد، بشوفها من الناس حواليا. بشوف كاركترز ممكن انقش من ده حاجه، اشوف من ده لازمه، اشوف من ده بتاع، بس في النهايه انا بحب التمثيل عشان اعيشه، فلما بعيشه بجد وبصدقه بجد ببقى الشخصيه بجد فبتعب بجد. ده مش انا، مش بتكلم عليا انا يعني انا حجما كتمثيل انا عارف حجمي فين، انا لسه في حته لوحدي كده صغيره بعيدا عن اي، انا مش بتكلم على ده، بتكلم على فكره الممثل عموما وفكره نصيحه ابويا ليا بانه بلاش، فبلاش زمان انا كنت فاهمها ان هو مش شايفني ممثل. هو ده خوف الابن بالظبط، خوف الاب، مشاعر الابوه يعني بالظبط، مشاعر الاب باتجاه الابن يعني بالظبط. دينا قبل ما اطلع فاصل بتهتم بالسباق بقى مين فينا احسن، يعني انت في البطوله النسائيه ثلاثيه هنا او رباعيه يعني فيها علا غانم وانت وهنا ودنيا ودنيا عبد العزيز بالظبط. لا بتهتم بالسباق انا مين هيبقى احسن ومين اللي هتؤدي الدور بشكل افضل والمساحه قد ايه مساحه الدور؟ ما تهاليش ان انا اتكلمت في المساحه مع استاذ ريمون. انا ناسي انا كنت اتخانقت ولا لا؟ واضح ان انا ناسي انا اتخانقت في مشاهد ولا لا. لا ما اتخانقتش في مشاهد، انا اتكلمت مع استاذ ريمون لما قعدت معاه في اول قعده ان 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 الشخصيه لما تبقى موجوده في الاحداث، هي كانت لسه الحلقات بتتكتب، ان هي لازم تبقى مؤثره في الاحداث، ما اتكلمتش على عدد مشاهد. بالعكس انا كنت مبسوطه جدا ان كل دور جاي فيه اسم ممثله قويه هتعمله عشان احنا كلنا البرواز كله يبقى شكله حلو ويبقى تقيل. متهيأليش يعني ان انا عمري بصيت مين عمل مشهد احسن مني غير علشان انا استفيد علشان انا كمان اطلع احسن، يعني اللي هي المنافسه الشريفه والله مش بقولها كلمه هي يعني هي المنافسه مشروعه ومطلوبه، بس اصل مش هينافس مش هينجح. يمكن في حوار دار قدام استاذ ياسر في المستشفى مع علا كان اول مره نتقابل بعد رمضان، هو يمكن يقول انا قلت لها ايه، يعني اول ما شفتها قلت لها بجد انت يعني كانت يعني بتقول لها انت هايله علا. يعني هو دينا على فكره كواليسها جميله، يعني هي شخصيه جميله جدا، هي زي ما حضرتك شايفها كده يعني. فهي بتحب كل زمايلها ويعني بتشكر، يعني تلاقي علا عملت مشهد حلو فتقول لها برافو علا وانت كنت هايله وكده، يعني ده في دينا بصراحه يعني للامانه يعني. لا وعلا عمل الحقيقه دور هايل وكويس انها يعني ابتعدت عن نمط ربما المشاهد كان بيضعها فيه دائما، لا ده شخصيه سيده اعمال قويه وتعتمد على شخصيتها وعلى انوثتها ايضا يعني. وطبعا وعامل ام الولد كبير يعني، وام الولد كبير يعني هايله. المشاهد بقى اللي بيني وبين اخويا اللي هو ابن علا في المسلسل اخويا مشاهد حتى المشاهد يعني في النهايه اخوكي، بس قصه حب غريبه بيني وبينه. انا قلت له انت عارف ان انت اقرب حد ليا على قد كرهي لامك، انا بحبك قوي. وبتشربي معاه ممنوعات؟ لا ما بنش على فكره والله، يعني هو يعني في سياق الدراما يعني شويه ان الشخصيه عندها مشاكل نفسيه. الراجل بس دخل ولا عاوز اول حاجه بس ما اول حاجه بعد اذنك انا اسف قطعت عايز كنت تحبي تكملي. لا طبعا زويل، بس انا في مشكله ان الدراما لو حضرتك بتتفرج دلوقتي على عمل فني واحد واحده طيبين وجمال وشكلهم حلو، الاثنين دول حبوا بعض واتجوزوا خلفوا ولد وبنت حلوين وطيبين وجمال وزي الفل ودخلوا الجامعه
وكل واحد فيهم اتجوز وخلص الفيلم او المسلسل. حضرتك ده فيلم او مسلسل هتتفرج عليه؟ امتى الدراما تبدا؟ لا قدر الله لو الابن انحرف طبعا، لو البنت حصلت لها مشكله، هنا يحصل الصراع ويحصل الدراما وبالنهايه بتقدم مضمون الشر دايما. الحياه دائما هي صراع بين الخير والشر. انت بتقدم لانك مفيش حد يعني في الشخصيات جمال الشخصيه ان لازم يبقى فيها غلطه، مفيش الشخصيه اللي فيها كمال دي صعبه. ياسر معجب بشخصيه غاده جدا، بيقول لي ان عندك شخصيه فيها تركيبه نفسيه غريبه ما بين الخير وما بين الكره وما بين المشاعر. مسافر بيجي لك كل شيء، وجوزها يحتل موقعا يعني مستشار ثقافي في سفاره يعني. بالظبط. انتوا داخلين في وظائف حساسه يا جماعه، انتوا عايزين ايه؟ انتوا يعني عايزين نتفرج وعايزين نروح بيوتنا ونبقى صغيره. الله يكرمك، ده احد امنياتي برضه. طيب هطلع فاصل وبعدها هنكمل معاكم مسلسل ظل الرئيس من المسلسلات التي وضعها الناس بشكل تلقائي وعفوي في مقدمة مسلسلات هذا العام. مشاهدينا نحييكم من جديد. ظل الرئيس وضعه الناس في مقدمة مسلسلات رمضان هذا العام، ولما بقول وضعه الناس ده بشكل تلقائي وعفوي، لأن اعتدنا أن أصحاب وصناع المسلسلات والأعمال الفنية يعني بيعملوا من خلال بعض الحملات الإلكترونية بيسوقوا لمسلسلاتهم بأشكال مختلفة. تعالوا نعمل استطلاعات، تعالوا نقول مسلسلنا هو الأول. لا، منذ البداية ومنذ الحلقات الأولى هتلاحظوا أن المشاهد أو عدد كبير من المشاهدين بشكل تلقائي جدا هم اللي بدأوا يقولوا لبعضهم البعض لا شوف ظل الرئيس. ياسر، تعتقد إيه اللي خلى الناس تقول أنه ده مفاجأة، أو نجاح ظل الرئيس بهذا الشكل هو المفاجأة؟ ليه؟ ربما هلا انه الناس بتضع في الحسبان ان في اسماء بعينها هي اللي بتنافس في رمضان، فلما ياتي ظل الرئيس بهذا الشكل ويحقق كل هذا النجاح، ليه الناس بتتعامل مع ده لانه مفاجاه؟ هو مفاجاه لان هي بتبقى حاجه غير متوقعه. يعني احد الاسباب النجاح المسلسل الكبير ده والحمد لله يعني انه حاجه غير متوقعه. يعني الناس ما كانتش تتوقع ان المسلسل ده فعلا يعني الناس تهتم بيه وتقبل عليه. بس لو نجينا نحلل الاسباب هنلاقيها كتير قوي. يعني الاسباب ان العمل وهو يعني لما اتعمل كان مكفول له عناصر نجاح. شركه انتاج كبيره صرفت على العمل، ما بخلتش عليه، ناس فاهمين بيعملوا، يعني هم بيشتغلوا بمنطق الهواه مش بمنطق الاحتراف. يعني هم ايه؟ لو احنا بمنطق الاحتراف اجيب واحد مثلا، واحد بيلعب في الكوره مثلا دفاع اخليه دفاع، يعني يجيبوا فاكره باك يمين ما لعبوش باك ليفت. لا، هم بيروحوا جايبين واحد من الدفاع يحطوه راس حربه. يعني هم بيشتغلوا بمنطق مختلف عن السوق. انا مش بمنطق الاحتراف، انا بجيب الجاهز ده كل واحد في مكانه، لكن هم عندهم القدره على المغامره، على التجريب، ان هم يجربوا. فدي كانت. وبعدين برضو الناس بتتعاطف مع الغلبان، يعني الواحد لما يبقى غلبان قال لك الراجل يعني الجدع ده طيب وغلبان، تعالى نقيل ساند ونتفرج على المسلسل. لا، اقول لك المسلسل ده ما عندوش حد هيعمل له، هيوظف اما مواقع الكترونيه او حملات على النت تشتغل له، فاحنا بشكل تلقائي وعفوي نتحمس له يعني. يمكن، بس مش عايزين برضو نغفل جهد الاخرين، لان اي مجهود في الدنيا يعني لازم يقدر. يعني جميع المسلسلات لكل النجوم فيها جهد. اصلا يعني انا واحد ابن المهنه وعارف قد ايه احنا بنشقى عشان نعمل شغل. يعني نجوم كبار عاملين مسلسلات مش معنى انها اكيد مش وحشه يعني، ما يعني لا، انا واثق ان كل المسلسلات ممكن تكون اتظلمت في العرض في الزحمه. احنا كمان عندنا ميزه كمان، اسم المسلسل كان ملفت، يعني ظل الرئيس. الناس قالت لك ظل الرئيس، ايه ظل الرئيس ده؟ يعني ده كان عنصر جذب كبير جدا. اللي هو طبعا لانك انت هنا داخل في يعني في راس الدوله بقى، سواء يتعلق ب مرحلة سابقة أو حتى شبكة العلاقات المتعلقة بها. الفنانة علا غانم، يا علا أهلا بيكي. بيكي يا أستاذ وائل، كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وأنت طيبة، وكنا نتمنى تبقي معانا، ولكن
نجاح المسلسل عندك الكراسي قليله شويه فاسيب مكان لحد يقعد. ده احنا نشيرك على دماغنا يا علا. يا حبيبي ده انا فخوره ان انا كنت معاكم بصراحه، وقاعده كنت بسمعكم من شويه وانت بتتكلم، فانا عايزه اعقب بس عن ان ايه سبب نجاح هذا العمل. احنا كنا تحت ايدين امينه في صوره انتاج وفي صوره اخراج. الناس دي ستار ميكرز، يعني صناع نجوم، ودي المهنه الاصعب. المنتج الشاطر بيكسب، بيجيب الناس، والحصان الكسبان زي ما ياسا كان لسه من شويه بيقول، الحصان الكسبان اللي اكيد هيرجع لي مكاسبي وفلوسي. انما احنا مع منتجين بيصنعوا نجوم، بيدوا فرص وبيجسفوا وبيدخلوا السباق كده وبيقول يا رب يا مولاي يعني بارك لنا في اللي احنا بنعمله. فاللي انا عايز اقوله مرسي للانتاج اللي ما بخلش على اي حاجة في العمل ابدا، مع الوضع في حسبان الازمات الفظيعة اللي كان بيخشها له، ولكن تجاوز كل ده وقدر يستمر بنفس دخول المسلسل. الكيرف ما قلش. الاستاذ احمد سمير فرج يعني مش عارفه اقول له ايه، كلنا اشتغلنا كتير وقليل ما طلعناش بالصوره دي. طيب علا، ما خفتيش شويه من الشخصيه هنا؟ انت يعني في نقله شويه عن المسلسلات السابقه، هنا سيده اعمال. في مخرج بيوجه. في مخرج بعت لي صور لصوره الشخصيه اللي عايز يشوفها. في اداء بيوجه بيه للممثل تفاصيل عشان يخلي الممثل قادر يفهم هو عاوز يشوف ايه. كل ده ما بيجيش من فراغ سواء ليا او لغيري، انا واثقه ان ده كان بيحصل مع كل الكاست في المسلسل. بيحطنا على التراك وخلاص احنا بنمشي، ولكن الاستاذ احمد كان طول الوقت حتى لما بروح وبرجع له التصوير في الشغل يمكن اكون بحوت شويه، فكان بيرجعني على التراك تاني. فهي دي الفكره، ان في رؤيه وفي صناع نجوم، فالرؤيه مع ده بيوجهه صح. الجول بتاعهم ان العمل ده يطلع بالصوره اللي هم بيحلموا بيها. ولا خفتي من حكايه ان انا هاجي زوجة ابو ياسر جلال ودينا فؤاد وعندي ابن كبير، ما يعني بعض النجمات بتضع ده في الحسبان يعني؟ ما انت ما انا بقول از لونج ان انا بعمل ام لنفس اعمار بناتي انا ما عنديش مشكله. لانه ده بيخلق مني تنوع، ده اللي بيخليني اقدر اقدم شخصيه كل مره جديده. لو فضلت علا اللي بتقدمها كل مره مش هتشوفني متغيره. لكن انا مبسوطه بالدور وسعيده بالشغل مع الكاست الجميل المحترم اللي قدر يخرجنا في عمل انا فخوره بيه الحمد لله، ونجحنا منطقي لان في ناس كانت شغاله على البروجكت، ما جاش صدفه. الكاست اللي تركب ده بالتركيبه المختلفه، كل الناس بتقول لي كاست مختلف. والناس ملاحظه الروح الجماعيه بين الابطال العمل يعني. مفاجاه عندنا في العمل، ويا رب نكون عند حسن ظن الناس ونكون قدمنا لهم حاجه حلوه الحمد لله ان شاء الله. علا غانم بشكرك. هاخد كده قبل ما اخد تعليقات اخيره بس محمد ابو النجا الخبير الرياضي اللي شفناه في المشاهد القتاليه مع ياسر جلال. يا استاذ محمد، كابتن محمد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. انت ضربت ياسر جلال ازاي؟ والله ياسر من اكثر الناس المخلصين جدا 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 في التمرين، ويعني انا استفدت منه اكثر من كده بصراحه. استفدت منه؟ طبعا. وعلى يا كابتن، يعني انت كابتني واخويا وحبيبي، انت كده بتعكس الايه يعني. انا اللي استفدت منك وانت اضفت لي كتير يا كابتن محمد، وكابتن محمد بطل العالم، وكان لي شرف ان اتدربت على ايديه،
وبشكرك يا كابتن، انت الفضل بعد ربنا يرجع لك في الفورمه الحلوه اللي احنا كنا عاملينها في المسلسل. انت فنان وبسم الله ما شاء الله عليك. الاصرار بيجي من شخص، المدرب ما هو الا وسيله عنده امكانيه ان هو يطلع ده من الشخص اللي قدامه. بس انت ايدك تقيله قوي يا كابتن. معلش يعني خلقت ربنا ولا ده بالتمرين؟ لا انت بتحس بالايد الثقيله دي فعلا قوي. لا هو ايده بسم الله ما شاء الله، يعني حتى الخبطات في يعني في وشك دي ايده بست صوابع مش بخمس صوابع زي العاديه بتاعتنا يعني. فكم واحده فلتت منه كده. قول لي لما هنا ما ياسر شالك بقى وخبطك في الحيطه كده، ده على الترابيزه، في الترابيزه. ده انت مدرب ياسر على كده يا كابتن محمد؟ هو بسم الله ما شاء الله طبعا بيلعب في اوزان، واوزان ابطال يعني، ناس محترفين يعني. لو فعلا صادف المره كده من المرات نشوف هو بيتمرن فعلا بقى. عامل زي بالظبط يا ابو النجا، زي ما بيجي لك الجيم انا بالظبط. اهلا حبيبي. لا محمد انت عايز ما عايز ما يعني لا لا ابو النجا ده انا بضربه في الجيم ثلاث سنين يعني. لا في حضرني لازم اقوله، انا على طول بقى محمد في الجيم يعني، فبقول له محمد انا خلاص هصدق ان انا اصلا بروح الجيم. لا بتروح انا على قد. بقول له ايه؟ بقول له انت انا عايزك تعمل 6 باكس هنا وبتاع. قلت له ان شاء الله. قلت له قربت يا محمد، انا ال 6 باكس خلاص طلعوا. قال لي انا عندي 6 باكس هنا، 6 شهور. انت عندك 6 باكس فرحان، انا 6 باكس. بس هو كان خاسس جدا. لا لا يعني انت مش كنت عامل ياما؟ ياما كنت كان قبل طيب. كان محمد لما وقعت بقى مع ياسر جلال المشهد ده الحقيقه ما ما ما, ما انت طبعا متهيألي ما تخافش على نفسك انت، ولا خفت؟ انا خفت على العربيه من محمد. طبعا بالنسبه لي كان كويس، انت جربته قبل ما ابداه مع بص الاب ده صح. لكن الميزه ان انا معايا حد ما شاء الله شجاع حبيبي. بس انتوا تقعوا حاضنين بعض كده في سهل تدريب. هو ما شاء الله عليه بيقول لي بص ما تخافش، انا اللي هزق وهقع انا وهشدك وما تقلقش. هو اللي كان بيطمني. انا ما كنتش، مش انا اللي كنت بكلمك يا كابتن، ده كان قريني، ده القرين بتاعي. انا كنت خايف مرعوب اكتر منك، بس ربنا ستر. اللقطه طلعت ممتازه، والاستاذ احمد سمير اخرجها بشكل رائع طبعا، قري فعلا وكانت طالعه تحفه، لانها فعلا بصراحه واقعيه. اتبدنا على العربيه يا جماعه طبعا، وعشان كده يعني مشهد لفت انتباه الناس، وعلى الاقل يعني كمان وضح ان صناع المسلسل عاوزين يعملوا مشاهد حقيقيه ومؤثره يعني. بشكرك كابتن محمد. هاخد كمان الفنان محمود عبد المغني. يا استاذ محمود اهلا بيك. وائل ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. يعني عايز اهنيك اولا قبل ما اسمعك، لانك الحقيقه عامل دور ضابط امن دوله، امن وطني يعني، وكان رائع بجد وبشكل الحقيقه اثر في الناس بشكل كبير يعني. الحمد لله. عايز اسالك عايز اقول انتم منورين الدنيا، وهو ده النجاح، ان يبقى فيه عمل الناس كلها مركزه من البدايه انها تنجح. مفيش اي حاجه تانية ممكن تقف قصادنا، كان معانا توفيق ربنا سبحانه وتعالى واجتهادنا ان احنا نوصل للي احنا وصلنا له ده، واكيد ورق محترم لمحمد اسماعيل امين ومخرج. يعني عايز اقول يعني اذا كان في نجاح بالنسبه لنا كلنا اصلا يعني من صغيرنا لكبرنا، فهو احمد سمير فرج يعني مش عارف اقول ايه. يعني ساعات بتكون نفس الممثل موجود في عمل موجود في عمل اخر وعمل بعد سنه، بتقول هو ليه هنا مش هو ليه مش منور، هو ليه مش عامل مخرج عليه عامل، بيعرف يدور على بيبان ممكن تكون مقفوله، ممكن يعني بيستفزك عشان تخرج الاحسن، بيستفزك عشان تخرج الجديد. فانا يعني بدل كل الشكر وكل العرسان لكل الناس الحمد لله اللي كانت مبسوطه من دوري ومن شغلي. انا بوجهها اولا بعد ربنا سبحانه وتعالى احمد سمير فرج وشركه فنون مصر، الشركه اللي تصدت لحاجه نفس الشركات كلها تعملها، هي فكره انها بتشوف امل، بتشوف حاجه يعني مش بتشوف حد من فراغ، لا هي بتراقبه فتره طويله جدا في صمت لغايه ما بتتشجع انها تعمل حاجه زي كده، وانها تطلع لنا نجم محترم اداء وخلقا زي ياسر جلال.
الله يخليك يا محمود، ده انت اللي قمه الخلق والله والفن والابداع. يعني والله انا الحقيقه اتعلمت منك يا محمود في المسلسل بامانه، انت ممثل عظيم. يعني الروح الحلوه اللي كانت موجوده صدقني يا سؤال احد عوامل النجاح. ما ده بتستوقفني بقى يا محمود هنا، لان في مباراه حتى في التمثيل في المشاهد العاليه جدا بينك وبين ياسر جلال، يعني كلاكما ضابط امن وطني وحراسات شخصيه لرئيس الجمهوريه، وتؤديان الدور بشكل فيه تنافس كبير، بس انا شايف كمان ان في روح في العمل بينكم، التنافس ما بياخدش شويه في قضيه مين الاحسن ومين النجم، لا بيهمكم نجاح المسلسل اكتر. اكتر والله، هو ده ليه من اكتر. يعني انا بكون في تصوير مثلا في مسلسل، انا سعيد عملت مسلسل اول مره في حياتي اشتغل عملين، فانا ما كنتش شفت الحلقه، فلاقي ياسر جات لي رساله من ياسر والحلقه شغاله، انا ما شفتهاش بس قاعد بفرك، الاقيه يقول لي الشهاد الفلاني وايه اللي انت عامله ده واقف عليك، وانا اقوم مكلمه اقول له انت كذا كذا والمشهد الفلاني، دي الروح. يعني بنقعد نشد من اجر بعض، اه بنتنافس مفيش شك، بس بنتنافس منافسه شريفه لخدمه العمل طبعا، ولا يعني حتى هي مش تحت مسمى المنافسه، هي تحت مسمى يعني حاجه اسمى من كلمه منافسه، يعني نفسنا ان العمل يطلع الناس كلها تكون منوره، وهو ده اللي حاصل. كل واحد عدى في المسلسل ده او شارك في المسلسل ده اعتقد الناس شاورت عليه، لانه كمان بقى في عدوى استاذ، ان يعني عارف لما يكون في منافسه كده داخل من مبدا اقول لك انا عندي دور هناك، كلمة سبوبة أو يعني حاجة جملة يعني مثلا تتقال، يعني لما بيلاقي الناس جزة 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 يعني يقول لك يا نهار أبيض لما طلع بقى اللي جواه، وفي وجود أحمد سمير فرج، أنا دايما بقول في الأول وفي الآخر أحمد سمير فرج، أنا مش عارف كل الكلام اللي ممكن أقوله مش عارف أوصفه إزاي، كتير جدا أنا بذاكر، بمسك الورقة والقلم، ودي شخصيتي، أنا بحب كده أذاكر بالورقة والقلم، بيلبس إزاي، بيضحك إزاي، بيتعصب إزاي، ايه الهيست اللي بتاع الشخصيه، لكن ما بتكونش نفس الخيوط 100% برضه. طيب امشي بالتليفون شويه يا محمود عشان الصوت كده تمام كده كويس كده تمام بقول ان اتفضل ان الواحد بيذاكر شغله وكل حاجه، لكن لازم يكون وراك مخرج يعني عارف كل تفاصيلك وعارف كل تفاصيل الشخصيه ودايما معاك ودايما بيوجهك، لان ما فيش ممثل بلا توجيه، زي ما فيش حصان اصيل عربي او حتى مختوم او بسعر ملايين، لازم لجام، لازم يكون في مخرج يعرف يطلع منك الجديد. طيب. كله ياسر عايز يقول لك حاجه، اتفضل يا ياسر. لو تسمح لي يا حوده، انا على الهوا بقول لك ان انا مدين لك بشكر كبير قوي قوي يا محمود، لان هو محمود عبد المغني نجم كبير قوي، نجم كبير بيعمل افلام بطولته وبيعمل مسلسلات بطولته، وكون ان هو يقبل ان هو يقف في ظهري ويدعمني الدعم ده، انا بقول لك يا محمود انا مدين لك بشكر كبير لا تتخيله، وبشكرك جدا جدا يا محمود، وعمري ما هنسالك الموقف ده، انت اخ وغالي وفنان كبير، انا بجد استمتعت بادائك في المسلسل ده، انت كنت فوق الممتاز، اكتر ما استمتعت بادائي انا او ركزت مع نفسي، انا بشكرك جدا جدا يا محمود. والله العظيم الشكر موصول، لان انت على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني شخص محترم جدا، واحنا اصحاب، ويعني بكرر شكري برضو للشركه المنتجه فنون مصر على راسها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ان هم يفضلوا مستمرين في الفكره دي في التعاطي ده، ان هم يعني لان في شركات بتفضل تجيب زيد وعبيد، عبيد خلص هات زيد، وفين عبيد هات زيد، فدايره مغلقه. شكرا الف شكر. تعليقات اخيره كده وانا بختم، استاذ محمد هيبقى السؤال عن الناس يقول لك ما تغششونا يا جماعه، من قتل الابن يوسف يحيى وزوجة يحيى ضابط الحراسات الشخصيه لرئيس الجمهوريه، سؤال هتفضل الناس تساله، ولا انا يقول لك غششونا يا جماعه قولوا لنا حاجه، يعني بتساله في البيت وما بردش عليه. يعني ان شاء الله اخر حلقه تبان كل حاجه. طيب وفيها مفاجاه اكيد ان شاء الله، يعني يا رب تبقى مفاجاه كويسه تعجب الناس. طب ما تعملوها مسابقه من القاتل وبتاع. والله دي بقى في استاذ ريمون بقى واستاذ محمود عبد العزيز يعملوها. طيب استاذ ريمون هتفضل ماشي على المنهج ده اللي هو انه مش هلعب في الخمس ست اسماء اللي موجودين في السوق
اللي بيشيلوا مسلسلات لا هنشوف ازاي. يعني انت هنا يعني قعدت اكتشاف نجم، وانا بقول قعدت اكتشاف لانه ياسر كان حقق النجومية، ولكن يبدو لانه قواعد السوق اللي بتعتمد على الشلالية وغيرها، يعني انا بقول كلام هو بيقولوش، لكن واضح انه الوسط بيعتمد على شلالية وبيعتمد على حالة نفاق معينة، فخفى تضوءه يعني لعدة سنوات، وقبل انه يلعب في منطقة الصف الثاني او الثالث مع انه يستحق انه يكون في الصف الاول. ففي هنا حالة انبهار بإعادة اكتشاف ياسر جلال من جديد. هتلعب في نفس المنطقة يعني تجازف وتغامر، ولا تفضل تلعب في الأسماء التقليدية؟ أنا بس قبل ما أجاوب على حضرتك أنا في حاجة عايز أقولها سريعة جدا. طبعا في ناس كتيرة جدا كان ليها إيد كبيرة في نجاح العمل ده، ما تقلش ما تكلمناش عنهم، مدير التصوير الأستاذ علي عادل طبعا، مصطفى طبعًا. الحلواني الموسيقى التصويرية، روبرت فاروق المونتير طبعا، في ناس كتيره بجد انا مش عايز انسى حد، اسامي مهمه طبعا، احمد سمير فرج ده. المزيكا كان مين صاحب فكره المزيكا المصاحبه طول الحلقه لل... لا ده الاستاذ احمد سمير فرج، لان هو كان مقرر ده من البدايه ان هو مش عايز يسيب مساحات ملل، فطول الوقت كان مصر وكان شغال على فكره انه بيكتب مزيكا كتير مش تيمة، يعني عندنا تيمة رئيسية ولكن في مزيكا كتير كانت مكتوبة عشان تملى المشاهد. فأنا بس بأكد بس إن في ناس مهمة جدا، علي عادل عامل صورة من أهم الصور اللي السنة دي موجودة، ده حقيقي. المونتير كان ليه إيقاع رهيب جدا، روبرت فاروق، مصطفى الحلواني، فحبيت أقول ده قبل ما أجاوب على السؤال بتاع حضرتك يعني. مسألة إن إحنا هنكمل في ده، احنا دي سياسة متبعينها انا ومحمد وقيت الشركة، ان احنا زي ما بندور على الفلوس بندور ازاي الشغلانة تستمر، والشغلانة مش هتستمر الا لو ناس جديدة طلعت وتقدمت. طيب محمد محمود عبد الله، انا عايزك لو عايز تقول يعني احيانا حتى احنا مع ابائنا وامهاتنا يعني بنبقى عايزين نقول لهم ناموا الان مرتاحين لما حينما نحقق نجاحا، يعني عايز تقول كده للأستاذ محمود عبد العزيز نام الآن مرتاحا، فيعني ابنك أهو يعني ينجح في الإنتاج وفي التمثيل؟ أصلا يعني أنا بتعامل في الجزئية دي بالذات إن هو يعني موجود معايا، فمش ما بروحش ناحية إنه مش موجود، ولكن في النهاية أنا هممني إن أنا اقول اتمنى ان انا اكون شرفتك، واتمنى ان انا اكون محافظ وعارف احافظ، وربنا يقدرني واعرف افضل دايما احافظ. كان انا اخويا كريم يعني طريقه تفكيرنا كلها اتغيرت في حياتنا وفي طريقه شغلنا وفي الاختيارات وفي كل حاجه في الدنيا بنعملها، سواء تمثيل سواء انتاج سواء حتى قراراتنا احنا في حياتنا في طريقه عيشتنا، كل تركيباتنا يعني زي ما بنقول ابويا سلمها لنا سقفها عالي قوي، سقفها عالي، فغصبا عننا ما قدمناش حل غير اننا لازم نحافظ على السقف العالي ده باي طريقه، حتى لو يعني هنموت نفسنا. ده جزء. الجزء الثاني والاخير بالنسبه لي انا دايما بختم بيه كلامي مؤخرا، ويمكن برضو بدات بيه كلامي، فكره انه انا كل اللي بحاول ان انا اعمله دايما انه انا في الاخر كل كلامي بقول الفاتحه والدعاء على ابويا، اقول كل من رحلوا عنا يعني ربنا يلحقنا بهم على خير ان شاء الله ونتقابل قريبا، والجميع يقرؤون دائما الفاتحه له يعني. استاذ ايهاب فهمي في تعليق اخير، ما انت بتقول جاي من نحتايه ورايح نحتايه؟ لا والله الاجابات الاجازه بقى سيبوا الخشب العيد جه بقى العيد جه خلاص. عايز اقول لكل زمايلي في مسلسل ظل الرئيس بشكركم، انا يمكن اختفيت في الحلقه امبارح بعد قتل بس يظل اللغز غائب. يظل اللغز قائما يعني هتفضل في اذان الناس في الغاز طبعا، هو طارق الجمل اللي قتل ولا لا يعني طبعا نفضل اللغز دي لاخر النفس. بشكر احمد سمير فرج الغائب الحاضر المخرج العظيم جدا، بقول مبروك لياسر جلال، بكررها تاني مبروك لياسر جلال، مبروك لياسر جلال. مصر كسبت نجم كبير قوي هيستمر لسنوات طويله ان شاء الله، نجم متربع. بشكر شركة مجموعة فنون مصر وبقول لهم برافو عليكم، وانتوا فعلا رجالة وهتفضلوا رجالة وسبورت لكل الفنانين العظام. بقول لمحمد محمود عبد العزيز مبروك كممثل، لان هو انا على عاتقي واخويا صغير يعني، وانا مؤمن بيه كممثل. بقول له مبروك عليك ظل الرئيس، مبروك عليك طاقة نور، لان هو ممثل مهم
وله قدر مهم. مبروك لكل زمايلي، انا تشرفت ان انا كنت معاكم في ظل الرئيس، واتمنى ان احنا ننجح مع بعض اكتر، والدراما المصريه عموما تبقى في تألق ده. تعليقين بقى من دينا وياسر جلال. عايز اقول لكم احنا معطلين مسلسل ظل الرئيس اللي بعد هذا البرنامج، بس يعني هو يعني الحلقه ربما يعني حتى تفك بعض طلاسم والغاز المسلسل اللي الناس مهمومه بيها يعني. دي بالتالي هنا ما في مجموعه من الدروس يمكن ان يستوعبها البعض، انه شوف النجاح ازاي بياتي دون تسويق او دعايه مفتعله، لا يمكن ان ياتي بشكل تلقائي. كمان هذا النجاح الكبير، المسلسل بيعتمد على ايقاع سريع. مصيبه عدد كبير من المسلسلات هي الملل الشديد، يعني بعض المسلسلات ممكن ان تجدها جيده لكن الملل بياخد جزء كبير من هذا النجاح. ظل الرئيس حقق كل قواعد النجاح هذا العام. غدا إن شاء الله هنكون معاكم في حلقة جديدة.